وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ثلاث نقاط جديده بيضيفها النادي الاهلي لرصيده ليصل للنقطه 36 من 12 مباراه ليتصدر او يواصل تصدر جدول ترتيب الدوري العام المصري بعد فوزه اليوم على المقاولين العرب بثنائيه مقابل لا شيء. هدف المباراه الاول حسين الشحات في الدقيقه 19 من تمريره رائعه من عمرو السوليه ليضعها حسين الشحات في مرمى نادي المقاولين العرب، وايضا من تمريره رائعه من عمرو السوليه بيضع النجم ابو سليم وليد سليمان هدف المباراه الثاني في الدقيقه 80 ليرتفع رصيد النادي الاهلي للنقطه 36 ويواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري العام المصري في اسبوعه ال 14، ولكن النادي الاهلي لاعب 12 مباراه. كابتن فتحي، كابتن شريف، كابتن بلال، اهلا بحضراتكم مره اخرى والف مبروك. طبعا ثلاثه نقاط استطاع النادي الاهلي ان يضيفها لرصيده خلال مباراته اليوم امام المقاولين العرب. نقول الحمد لله ونقول مبروك ان الفرقه يعني غير انها كسبت ان مفيش اصابات، بل ان احنا اطمأننا على اللي هم كانوا مصابين قبل كده و بس في طرد ورجعوا. الطرد بقى لازم بنعديش انت لازم يجي لك حاجه في كل مباراه كلها عين. حاجات قدريه يعني دي حاجه قدريه لان حاله قدريه لانها حاجه لا يعني احنا مش هنتكلم في التحكيم في طبعا كابتن نصر هيتكلم فيه بس برضه بالمنطق وبالاصول هو للاسف الحكم صعب المباراه على نفسه وهو اللي حط نفسه في حاله الطرد دي انه تقديره في الكوره انها حسبها في عود فاضطر اعمل لها مشكله فجاي انذار فيبقى انذار تاني فيبقى كارت احمر يعني الامور كلها دي برضه للحكام. احنا مش هنتكلم مع الحكام في حكم هنا هيقعد مع الكابتن اسلام، لكن احنا بنقول الحمد لله ان شاء الله ربنا وفقنا النهارده المباراه رقم 12 ب 36 تقريبا دلوقتي عندنا 35 هدف ومفيش حاجه ويمكن المقاولين ما خسرش غير ماتشين قبل كده وده الماتش الثالث له واتفقنا ان فرقه المقاولين ما هياش فرقه سهله وقلنا ان مدربها عماد النحاس كان عامل شغله كويس واتفقنا انا واتكلمنا لما كان الكابتن بلال وكابتن شريف كابتن سامي بيقولوا قبل المباراه ان هو دور كل لاعب ايه اللي ممكن كان يعمله قبل الماتش هو اللي هيغير. احنا طبعا حصل عندنا شويه تغييرات وهنتكلم فيها لان عندنا الوقت، لكن نقول مبروك وان شاء الله مبروك للنادي الاهلي مبروك لجمهوره ادارته لاعبته وان شاء الله تستمر المسيره وباذن الله تكون المباراه القادمه بتاعت افريقيا هي دي بروفا لهذه المباراه. طيب كابتن شريف، النهارده النادي الاهلي استطاع ان يفوز بثنائيه مقابل هدفين، كيف استطاع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه صعبه؟ يعني زي ما اتفقنا كلنا قبل المباراه ان مقاولين العرب فرقه مش سهله وعندها من اللعيبه اللي هي بتعمل محطات كويسه جدا تقدر تهدد اي فرقه وتقدر تروح على الجول وعندها مدرب واعي وفاهم قوه النادي الاهلي فين و امكانياته اللي هو كان ممكن يقدر في اي وقت واحنا بنتفرج على خلال الماتش ان هو يبادلك ويكون معاك موجود في المباراه الحقيقه. مظبوط. لولا رؤيه ثاقبه من سوليه وتوفيق من حسين شحات ووليد سليمان الحقيقه بثلاث نقاط اثنين اسيست 10 على 10 انت كل اللي عملته النهارده ان ما كانش عندك ميز باص كتير، الميز باص كتير ده هو اللي منحك انك انت تبقى واقف على رجلك رغم الغيابات اللي كانت مؤثره في الملعب واحنا قلنا كان في فراغات كتير قوي النهارده واحنا بنتفرج بالنسبة بين خط الوسط وبين الهجوم، الهجوم لوحده أجاييه مفيش أي مساندة غير إن التوفيق اللي كان موجود النهاردة إسلام كان من أحمد الشيخ، أنا أول مرة أشوف أحمد الشيخ النهاردة بينزل يدافع وبيساعد مع أيمن أشرف في ناحية الشمال دي، وهو ده اللي عمل لنا برضو حتة عدم التوتر في المكان ده والضغط اللي كان موجود ناحية اليمين، والثبات اللي كان فيه أيمن أشرف، أنا بحييهم الاثنين الحقيقة على المجهود اللي هم عملوه ده غير إن لعيبه الاهلي كانت حاسه بالموقف، حاسه بالمطلوب من المباراه ايه، حاسه بال انها تخش في الجيم من غير ما تتعور او من غير ما يبقى فيه سبق تهديف فيها. الشناوي النهارده عامل راحه لينا كلنا واحنا بنتفرج مهما كانت الهجمه بتبقى فيها خطوره. الشناوي عمل ثبات كويس قوي باستثناء واحده. اكتر مباراه وصل فيها كور للشناوي في خلال ال 11 او ال 12 مباراه السابقه هي دي المباراه دي. اكتر مباراه احنا كان معانا منافس شديد يعني منافس قوي
المنافس عنده فكر في الملعب، المنافس عنده امكانيات لعيبه ان هي تقدر تهدده، وبتمنى ان فريق المقاولين ده يبقى بهذا الشكل دايما كده. وهو عشان كده هو في الجدول لما تتفرج عليه هتلاقيه هو في المركز الثاني، هو الثاني على طول بعد الاهلي. قدم مباراه جيده جدا، اللعيبه عملوا مجهود جامد جدا، انما لعيبتك برضو انت النهارده كان عندها ثبات انفعالي للفكر بتاع المدرب. يعني النهارده الراجل انا مش هقول ان هو غامر لا، انما هو عنده محطات كتير قوي جايه، عنده محطتين مهمين قوي، عنده تفكير كبير قوي بالنسبه لافريقيا. فالحمد لله على الثلاث نقاط اللي احنا عملناهم النهارده، وبنشكر الحقيقه اللعيبه كلها في الثبات الانفعالي اللي حصل. وزي ما قال كابتن فتحي حكايه التحكيم والحاجات دي ليها كابتن ناصر يتكلم فيها. كابتن بلال، الناحيه الهجوميه في النادي الاهلي النهارده اعتقد ان هي جيده الى حد ما. شوف الاهلي النهارده يمكن طلع مكسبين مهمين يا كابتن اسلام. أيوة. المكسب الاول انك قدرت تكسب وانت مش فعلى حاله بالنسبه لك. يعني الاهلي النهارده مش فعلى حاله بالنسبه لي، يعني النهارده مباراه مختلفه عن مباراه طنطا اللي فاتت، مباراه مختلفه عن المباراه اللي قبل كده كانت في الدوري، مباراه الدوري كلها مختلفه عن مباراه النهارده. ممكن يكون الخصم مختلف او اكيد الخصم مختلف، لانك زي ما اتكلمنا قبل المباراه انت بتلاعب فرقه عندها امكانيات وعندها قدرات، مدرب طموح شاب بيقرا كويس الجيم بشكل كويس. النهارده في اوقات كتيره كان هم اللي عندهم الاستحواذ الاكتر في الملعب، في اوقات كتيره بقى هم عندهم المبادره الاكتر، لكن وانت برضو في الحاله دي قدرت انك تكسب. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو وانت في الحاله دي قدرت انك تحافظ على الشباك بتاعتك، ما دخلش فيك اهداف، ودي حاجه مميزه جدا جدا جدا. الفرقه دايما الكبيره، الفرقه القويه اللي دايما تحافظ على معدلات التهديف اللي بتسجلها، ودايما تحافظ على الشباك بتاعتها في الحاله الدفاعيه. انت النهارده قدرت تعمل الاثنين، سجلت هدفين وانت مش عايز اقول باقل الامكانيات، لا سجلت هدفين وانت مش في التوب فورم بتاعتك، وانت في دماغك مباراه قادمه عندك او بتفكر في حاجه يعني تانية. انا اعتقد ان النهارده كل اللاعبين اللي كانوا متواجدين على ارض الملعب وحتى البدلاء محدش يعني طبعا بيفكروا في مباراه اليوم، اكيد اكيد، ولكن جزء كبير من دماغهم مزبوط. رايح للمباراه اللي جايه. مظبوط. ما هو عشان كده خد بالك، ما انت عشان كده احنا بنقول ايه، بعاد شويه عن المباراه دي لاسباب. من ضمن الاسباب انك انت عندك الهدف الاكبر بالنسبه لك. انت النهارده في الدوري العام الاهداف محققه بنسبه 100%، 100%. انت النهارده 12 مباراه تقريبا كسبت ال 12 مباراه، فانت حققت كل الاهداف المطلوبه في الدوري العام، ولكن الهدف الاكبر بالنسبه لك هو بطوله افريقيا. ده الهدف الاكبر، ده الهدف الصعب بالنسبه لك في الوقت الحالي. الحاله الهجوميه للاهلي يمكن الجون الاول طريقه النادي الاهلي، الضغط، انك ازاي بتضغط، ازاي بتستخلص في منطقه الخصم. النهارده جيد الضغط اللي عمله، استخلاص الكوره اتلعبت ثرو باس لحسين الشحات بيسجل هدف، كره سريعه فيها ضغط، فيها شغل، فيها سرعه حركه، فيها سرعه اداء، فيها مهاره للتصويب من حسين الشحات. مصاب من حته يمكن صعبه شويه، ولكن تصويبه جيده جدا. فالنهارده الهدف الاول برده معمول بشكل كويس قوي. سوليا النهارده واتكلمنا في الموضوع ده قبل المباراه، قلنا هيبقى له دور مهم جدا النهارده، كان له دور هو فعلا محمود متولي التصويبات. النهارده سوليا هو اللي بيعمل الكروس لوليد سليمان، رائع جدا وليد سليمان، هو اللي بيعمل الثرو باس في الاول، وهو اللي عمل الثرو باس برده لحسين الشحات. زي ما اتكلمنا المباراه قلنا الاثنين الميد فيلدرز النهارده عشان طريقه اللعب بتاع المقاولين هم هيكون لهم دور كبير جدا يا كابتن النهارده، ويمكن ده اللي حصل النهارده. النهارده السوليه هو بيتقدم، هو اللي بياخد الادفانتج، هو اللي بيعمل الثروهات، هو اللي بيعمل الكروس باس من ناحيه اليمين، يمكن من طرف الملعب. محمود متولي النهارده في تصويبه رائعه جدا، كان ممكن لو اتسجلت كانت هتبقى هدف من احلى الاهداف الموجوده في الدوري او اللي اتسجلت في الدوري العام. فعايز اقول ان تشكيله الاهلي او اداء الاهلي الهجومي ما زال الاهلي بيحتفظ برونقه، ما زال الاهلي بيحتفظ بشخصيته. ممكن يكون يعني الهجمات قليله شويه، ممكن زي ما انت قلت يا اسلام وزي ما الكابتن قال، انت بتفكر في حاجه تانية مختلفه، بتلعب المباراه النهارده وعينك على مباراه تانية مختلفه، عمرها عينك مباراه اقوى من كده بكتير، عشان كده يمكن المعدل الهجومي اقل شويه. ولكن في ظل برضو الحته دي انت بتقدر توصل الجول، بتقدر تسجل، بتقدر تحافظ على نظافه شباك. كابتن فتحي، على الجانب الاخر النهارده ايضا الناحيه الدفاعيه في ظل التفكير في مباريات او في المباريات الافريقيه القادمه اعتقد ان هي مريحه جدا بالنسبه للمدير الفني ريني فايلر. اكيد، لان هو دلوقتي هو شايل عنده لعيبه بره كويس، يعني مثلا لما نقول هاني معلول ما بيلعبش وبيلعب بهذا الخط، وهاني ما بيلعبش وبيلعب بهذا الخط، اذا عنده اطمئنان للمستقبل، للمباراه الهامه اللي بنقول عليها مباراه، هي دي اللي ان شاء الله باذن الله هتكون مباراة نهائي افريقيا، مش مباراة في تصفيات المجموعة. مظبوط. لأن هذه المباراة هي اللي إن شاء الله بإذن الله نعبر المباراة هتوصل لنهائي افريقيا. المباراة دي
شفناها وشفنا تغييراته فيها في خط الظهر، حتى لما دلال برضو احنا اتكلمنا قبل كده في النقط دي، قلنا فرقه النادي الاهلي من الفرقه اللي يعني بتتمثل بيه اللعيب الجوكر، اللعيب اللي يلعب في اكتر من مركز وتعمل تغيير داخلي. لما اطرد رامي ربيعه ايه اللي حصل؟ نزل ديانج وبعدين ودى متولي فين رجعه تاني ورا. اذا عندك لعيبه تقدر تلعب في اي مكان، يبقى انت بتعمل تغييرين، مش بتعمل تغيير كلاسيكي انك تطلع واحد نزل واحد، انت بتعمل تغيير في شكل اللعيبه اللي هم بيأدوا في المباراه. انت عندك اللعيب يلعب في اكتر مركز، يعني كل اللعيبه اللي موجودين دلوقتي اصبحوا عندهم القدره انه يجيدوا، ودي ميزه اي فريق، ودي ميزه الكره العالميه او الفرقه العالميه، ان اللاعب ما يكونش ايه ما عدا حارس المرمى، ان يقول لك انا حارس مرمى وبس وما العبش. اما بقيه اللعيبه كل ما كان عندك عدد من اللعيبه بتلعب في اكتر من مركز دي بتفيدك كتير. هي احمد فتحي النهارده ادى المثل بتاع حضرتك اللي بتتكلم فيه ده، يعني لعب في كل الاماكن وعمل كل حاجه ولعب العرضيات ولعب، يعني دي من نوعيه اللعيبه هي دي اللي بيفرح هي دي دي تديك اطمئنان. تشوف مثلا حسين الشحات بيلعب ناحيه اليمين وبعدين بتلاقيه بيلعب ناحيه الشمال وبعدين بيسال في النص. قالوا ديانج لما نزل خلاص الحته دي اتقفلت قدر ان هو يلعب. وقلنا في الاول برضو ان السولية لما كان هو وتولي بيلعب في وسط الملعب مين اللي هيتقدم ومين اللي هيشوط، قلنا السولية احنا متوقعين وشايفينها كده. حتى التغييرات اللي موجودين احنا اتناقشنا كلنا وكنا بنشوف المباراه ان اقرب ناس للتغيير المفروض وليد الخبره، وليد دلوقتي بيسجل بقى بدماغه، يعني دي حاجه جديده ان احنا بنشوفها لوليد، وده برضو دي قمه النضج الكروي وصل بها لاعب، ان وليد عارفين ان هو بيسدد كويس بيشوط كويس بيراوغ بيحاور، لكن عنده رؤيه في انه ازاي يستخدم دماغه سواء في الكره القريبه داخل منطقه الجزاء في جوه الست ياردة او من بره زي الكره اللي جابها الجول بتاعه ده. دي مهاره مش اي حد يقدر يسجلها، مظبوط، وهو شايف لان شايف حارس المرمى فين وعارف يحطها له اللوب. فالمجموعه كابتن هو بيجهز ل مش هقول معركه للمباراه ان شاء الله الفاصله للمباراه اللي هي اللي هتوصلنا كوبري الانتصار لقمه افريقيا باذن الله. طيب كابتن شريف، ايضا ثنائيه وسط الملعب متولي وعمر السوليه اعتقد النهارده دورهم كان واضح جدا سواء من الناحيه الدفاعيه او الهجوميه. بص يا اسلام، الاثنين بيلعبوا كوره سهله جدا على الارض وعندهم رؤيه زي ما احنا قلنا للملعب كله، بيتقدمهم كمان قفشه بيساعدهم كتير قوي ان هم زي ما قلت لك في الاول الباصه بتطلع سليمه. أيوة. فبتدي الحريه للسوليه ان هو يفكر ان هو يلعب. فمين اللي عامل له الحاله دي؟ متولي. متولي عامل له ايقاع في المكان ده، مش مزود عليه اي حمولات اي ارهاق نفسي اي حاجه، مديله الطمانينه ان هو يتحرك انه يفكر يطلع الاطراف شكلها عامل ازاي. حتى لو في بعض الاحيان كنا بنعمل كرات عرضيه او بنطلع اي طرف من الاطراف الكره بتتقطع، معلش ده، انما في نفس الحال في ارتداد كويس قوي، في عمليه احتفاظ ان المدافعين بتوعنا وخاصه الاثنين سنتر باك ما يجيلهمش كور صعب عليهم. حاول كتير قوي فرقه مولين العرب في الاختراق الحقيقه، انما الاثنين دول كانوا في نفس الشكل وفي نفس التفاهم كانهم بيلعبوا مش متعورين وراجعين له لسه الماتش جديد على متولي، لا كانوا بيلعبوا بقالهم كتير قوي مع بعض وحافظين الحته دي، والحته دي مش على متولي بس، يعني متولي المفروض بيلعب زي ما قال الكابتن فتحي عمل الحاله التعويضيه بعد طرد ربيعه، فان هو يقف في المكان ده ويبقى عنده الاحساس ده، وبعدين من قمه الاداء كمان ان هو يتطرق ان هو يطلع ويبقى في منطقه بيصوب ان هو كان ممكن يجيب هدف كويس قوي من كذا نقله، كانت يعني جاي شادو سترايكر من ورا وبيشوط كمان، فبقت عنده النيرف بتاع الملعب والاحساس كله. دي مكاسب كلها النهارده الحقيقه، احنا من الحاجات اللي ممكن تقول النهارده ان شكل الفرقه مش معظم زي كل مره، انما برضو بنرجع لاخر ربع ساعه الفرقه كلها حتى في حاله الطرد كانوا في قمه الاداء البدني اللي هو يعوضهم يقدروا يجيبوا جون وثالث ورابع. طيب بلال، النهارده المقاولين الحقيقه قدم عليه الحقيقه خلال مباراه كان كويس الحقيقه اثناء طوال المباراه، طوال 90 دقيقه لو فكرت او اتفرجت على المباراه بشكل جيد هتعرف ان المقاولين كان ماشي بشكل جيد طوال المباراه. في بعض من الفترات يمكن انا قلت المقاولين كان اكثر استحواذ وهو بيروح على الجول اكثر، هو اكثر خطوره من النادي الاهلي في اوقات كثيره جدا. زي ما احنا اتفقنا قبل المباراه كابتن اسلام، عماد النحاس مدرب ذكي تمام، بيعرف يتعامل مع المباراه بشكل جيد، والنهارده يمكن هو شال الرهبه
من عند لعيبته بالطريقه اللي لعب بيها. يعني النهارده طبيعه الحال انت بتلعب قدام النادي الاهلي 11 مباراه 11 مكسب، مسجل حوالي 33 هدف، ما دخلش في مرماه غير هدفين قبل المباراه دي كلها. فبالتالي انت وضع طبيعي ان حتى كمان اللعيبه تفكر ان طريقه اللعب هتبقى مختلفه، انك انت هتلعب بطريقه دفاعيه اكتر، انك انت هتعتمد على الهجمات المرتده السريعه، خاصه وانت عندك الحلول دي. يعني عماد عنده من الحلول انه يلعب زون ديفنس، يلعب دفاع منطقه ويعتمد على الكاونتر اتاكس، لكنه ما عملش كده. ولعب النادي الاهلي بالطريقه التقليديه بتاعت الطريقه المعتاده اللي هو دايما بيلعب بيها، اللي هو بيلعب بيها على طول، شال الرهبه من عند اللعيبه. عشان كده احنا شفنا اوقات كتيره جدا لعيبه المقاولين العرب عندهم ثقه في الملعب، بيباصوا من رجل لرجل، بيتحركوا. في فروقات، في فروقات فرديه ما بين اللعيبه وبعضها، امكانيات لعيبه النادي الاهلي وامكانيات لعيبه المقاولين، يمكن هي دي اعتقد من وجهه نظري اللي حسمت اللقاء، مش عبقريه المدير الفني زي كل مباراه. النهارده يمكن انا كنت شايف ان بعض الفنيات اللي بتحتاجها في اوقات كتير هي بتحسم بعض اللقاءات الصعبه اللي زي كده. النهارده فنيات السوليه، فنيات حسين الشحات، وليد سليمان وتالقه، النهارده هم اللي حسموا الجيم، هم اللي خلصوا الجيم للنادي الاهلي. الشناوي طبعا، والسيفز بتاعته النهارده 4-5. يعني النهارده بنتكلم على الشناوي ممكن يبقى مان اوف ذا ماتش النهارده في مباراه. ده واضح انك انت المدرب او الفرقه اللي قدامك اشتغلت عليك كويس قوي، حافظاك بشكل كويس، اشتغلوا في تاكتكس تلعب او اتمرنوا عليه بشكل متتالي متواصل. المقاولين العرب طبعا. فتحيه طبعا لعماد النحاس، لان اداء رائع جدا، اداء راقي جدا قدام النادي الاهلي، ما خافش من النادي الاهلي. الحمد لله احنا كسبنا 2-0 والنتيجه زي ما احنا عايزين، وما دخلش فينا اهداف، ولكن المباراه كانت رايحه جايه لحد 2-0. انت بتتكلم في مباراه رايحه جايه، صح؟ هو بيهاجمك وانت بتهاجمه، هو بيحاول ان هو يعوض الهدف وانت بتحاول تسجل الهدف الثاني عشان تحافظ على النتيجه بتاعتك. لكن اداء رائع جدا، نص ملعبه كان رائع جدا النهارده رغم من التخوفات اللي احنا قلناها قبل بدايه المباراه، ولكن الحقيقه بالعكس كان وسط ملعب جيد جدا. طبعا خد بالك، جالي ومعروف يوسف هما تمركزهم كان جيد قوي. الثلاثي كمان اللي من تحت الفيرود كانوا بينزلوا يساعدوا كتير يا كابتن. يعني الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا تحت الفيرود، شكري نجيب كريم مثلا، يمكن النهارده انا شفت شكري نجيب كان الاقرب لرقم 10 النهارده، هو اللي بينزل، هو اللي بيعمل حته البلاي ميكر، هو اللي بيحاول يستلم، هو اللي بيلعب في نص ملعب، بيحاول يلعب يطلع لعيبته على الاطراف، فكان هو ده محور الاداء النهارده. معروف يوسف زي ما احنا شفنا النهارده لعيب عنده كره كويسه، بيضغط في كل مكان، لعيب امكانياته جيده. فالنهارده يمكن طريقه لعبه كانت زي ما انت قلت يا اسلام قبل المباراه اشبه بطريقه لعب فايلر لما كان بيلعب بالسوليه ومجدي قفشه، واحد دايما قدام والتاني بيحاول يلعب على المنطقه وبيحاول ان هم يضغطوك من قدام. النهارده كانت طريقه لعب المقاولين العرب بالشكل ده. نجح حماد النحاس ان هو يبقى له شكل في المباراه النهارده، نجح انه يضغط النادي الاهلي بعض الاوقات، نجح انه يروح ويخترق فرص او يصطنع فرص للمقاولين العرب النهارده. ولكن طبعا الخبره والقدرات والامكانيات الفرديه اعتقد من وجهه نظري هي اللي حسمت مباراه الاهلي النهارده. كابتن فتحي، لو انت لعيب كيف تتعامل مع مثل هذه المباراه؟ او حضرتك لو هتدي نصيحه للاعبين ان هم مباراه داخل، طبعا مباراه مهمه وصعبه وكل حاجه احنا ده قلناه قبل المباراه وبنقولناه دلوقتي، ولكن المباراه القادمه بالنسبه لك هي المباراه الاهم، وهي المباراه اللي انت بتفكر فيها كلاعب. انا بتكلم كلاعب بعيدا عن المدرب. شوف يا كابتن، احنا بنلعب النادي الاهلي فرض عليه او هو كده تواجد كنادي اهلي انه بيلعب فيه اكتر من بطوله. فاللعيبه لعيبه النادي الاهلي لازم تتعود، واللي ما يعرفش لازم بيتعود انه بيلعب في اكتر من بطوله. وكل بطوله لها هدف، وكل بطوله لها فكر معين ولها اسلوب معين ولها طريقه لعب معينه. فهو مش معنى كده ان هو نازل هذه المباراه وبيفكر في المباراه اللي جايه بتاع انه هيلاعب النجم الساحلي، لا، بس بتاخد يعني جزء من عقلك، يعني من تفكيرك ومن تركيزك ممكن وكل حاجة. تاخد، لكن اثناء المباراه لا يمكن تاخد. طالما لبست فانيل النادي الاهلي، لبست الفانيل الحمراء ولعبت في الملعب، خلاص انا كل تركيزي ان اكسب الفرقه اللي قدامي بدون اي، يعني ما فيهاش فصال ولا نقاش. يعني انت شايف التشكيل اللي هو لعب بيه النهارده ده ما كانش بيفكر في مباراه، هو يفكر لا، السؤال كان اللعيبه على اللاعبين، اللعيبه مش المدرب. المدرب يبقى حكي لك انت كلامك صح، المدرب بقول لي ما تيجي على اقول لك المدرب، لا هو طبعا دماغه هنا وهنا، لا هو دماغه، هو المدرب اللي دماغه اللعيبه، لا طالما نزل 11 لابد مسؤوليه. ما هو انت خلاص انت لازم، انت مسجل 30 بتختار منهم 18 وال 18 بتختار منهم 11 وبيلعب. احنا اتفقنا، حتى اتفقنا مين الثلاثه اللي هيتغيروا، قلنا مين هينزل، مين وهينزل، مين وهينزل مين. فخلاص احنا كنا فاكر الظاهره اللي هي لو تتفقوا معايا من خلال ال 11 مباراه او ال 12 مباراه اللي اتلعبت ما شفناش الكوره كانت على الشناوي بهذا الشكل زي هذه المباراه. ان الشناوي
في فرص كتير طلعها، ممكن فرص اهداف وتحسب وما تقدرش تقول له حاجه، سواء كور ملعوبه في الضربات الثابته ضربات ركنيه، او كور في خلال المباراه، او كور من الهجمات المرتده. لقينا الشناوي النهارده اطمأننا عليه، دي تطمنك للشناوي، يعني ما نفرحش ان احنا كل ماتش بتكسب والكره ما بتروحش للشناوي، احنا مش عارفين شكله ايه الشناوي يعني. لا نفرح نفرح دلوقتي، هكسب كل ماتش والكره ما تروحش. طيب خلينا نروح لماذا قال ريني فايلر بعد نهايه هذه المباراه في المؤتمر الصحفي، اتفضل يا كريم. دي كلك شوز ان بيتي كومونتير سو الماتش. Alors on a très bien commencé les premières 10-15 minutes. On a marqué le premier but qui est toujours très important. لعبنا كويس اول، بدأنا المباراه بشكل كويس اول 10 دقائق او ربع ساعه، وجبنا هدف الاولاني كان مهم جدا لسير المباراه. Après c'est un match avec beaucoup de duels, avec beaucoup de situations très serrées parce que c'était un autre adversaire, un adversaire qui a aussi fait jusqu'à ce moment-là des bons résultats. طبعا كده كان في التحامات كتيره، كوات مشتركه كتير، وطبعا كان الماتش كان قريب لان بنلعب مع فرقه يعني فرقه كبيره، فرقه يعني عامله نتائج كويسه في الدوري لغايه دلوقتي. Heureusement, on a marqué le deuxième but, la deuxième mi-temps avec une super belle but de Soliman. Et après le carton rouge, on a encore souffert un peu plus, mais à la fin, on a marqué le deuxième but avec Soliman et on a gagné ce match-là 2-0 et tout le monde est content. هو بيقول طبعا بعد كده جه الهدف الثاني، وليد سليمان حط جون جميل، طبعا كان في كارت احمر فطبعا عانينا بسبب الطرد اللي حصل، بس الجون الثاني بتاع وليد سليمان يعني حسب المباراه وكسبنا 3 نقاط بتاعت المباراه. اتفضل يا فندم. الف مبروك. في ستاسيون. حابب اسال حضرتك بس سؤالين، اول سؤال تبديل مراكز بعض اللعيبه، ايمن اشرف لعب باك ليفت قال له هو متولي استمر في نص الملعب Parfois, vous mettez il y a des joueurs qui jouent dans leur poste qui n'est pas comme Ayman Ashraf qui a joué arrière gauche, bien qu'il ait. Et Metwali a joué comme milieu défensif. Est-ce que c'est à cause des fatigues des autres joueurs ou bien vous essayez de faire une discussion? Vous avez un match sur elle ou il faudra répondre. Répondez. Il y a plusieurs raisons, ça c'est clair. D'abord. Tous les joueurs doivent savoir comment il faut jouer avec des autres positions dans notre jeu, parce que ça c'est un jeu avec plusieurs joueurs, ce n'est pas un sport individuel. Et en plus, ce sont des joueurs qui ont déjà joué ces positions, et il faut aussi regarder qu'est-ce qui se passe si on a des blessés, si on a des suspendus. Aujourd'hui on a vu, on a de nouveau un joueur qui va nous manquer hein, le prochain match avec Rabia qui est maintenant suspendu. Et pour ça, de temps en temps, ce sont des tests, de temps en temps, ce sont des blessures, la fatigue, on a plusieurs raisons. هو السؤال كان في لعيبه لعبت مراكز غير مراكزها الاصليه، زي ايمن اشرف لاعب باك ليفت، ومتولي لاعب ديفندر وسط مدافع، يا ترى ده بسبب الاجهاد ولا كان بتجرب اللعيبه؟ فبيقول طبعا في كره القدم الحديثه لازم اللعيبه بتلعب في اكتر من مركز، دي مش لعبه فرديه، دي لعبه جماعيه، كل لاعب المفروض يلعب في اكتر من مركز ويتقنه، عشان احنا مش عارفين الظروف الجايه شكلها ايه، ممكن يبقى في ارهاق، ممكن في اصابات، ممكن في غيابات، زي ما النهارده شفنا رامي ربيعه خد كارت احمر، خد انذار في كارت احمر، مش هيبقى معانا الماتش الجاي، يعني هيبقى ناقص الماتش الجاي، فهنحتاج حد مكانه، ففكره ان اللاعب بيلعب في اكتر من مركز ده بيساعدنا وبيدينا حلول. السؤال الثاني بس. جزيم كيستيون. صالح هو معترض بتصريحات صحفيه. لو سمحت. مش مشكلة. معلش يا فندم، هو بيقول حاجة اوكي هيرد عليه، مفيش مشكلة، اتفضل. صالح جمعة قال ان كان في اضطهاد شوية او في عدم مشاركة Il avait une déclaration de Salah Gomah, il a fait une déclaration à la presse, il a dit que vous étiez contre lui et vous n'avez pas du temps de jeu, il n'a pas participé avec vous. Et quel est vos remarques sur la déclaration de Salah? Ok. Alors d'abord, moi je lis pas des journaux. Je me concentre sur le boulot que je fais avec les joueurs. Je suis toujours objectif. J'ai plusieurs joueurs dans le contingent. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je sais que je décide toujours avec beaucoup de fair play.
On a toujours deux parties, ça veut dire une partie est le joueur et le talent, l'autre partie est aussi mentalement et le comportement. Il était aussi déjà sanctionné par le club. Il y a des raisons pour lesquelles il est sanctionné. Et oui, j'aimerais pas parler trop de lui. Moi, je pense que c'est mieux pour lui et pour tout le monde s'il va trouver un autre club. Et je lui souhaite tout le bon là-bas. Et je me réjouis s'il a le succès là-bas avec le nouveau club. Et tout le monde est après content. Parce qu'avec nous et chez nous, j'ai choisi des autres joueurs que je trouve qui seront mieux que lui. طيب هو السؤال كان صالح جمعه كان خرج بتصريحات للاعلام انت يعني انت عارف التصريحات دي بترد تقول ايه عليها فبيقول انا اولا ما بقراش جرايد ما بتابعش الاعلام بس يعني التصريح قالوا لي على التصريحات اللي اتقالت انا اولا اي لعيب كره قدم عنده شقين شق تركيز ومركز في الملعب شق ذهني وشق فني وموهبه صالح عنده جزء الفني لكن اعتقد بالنسبه لموضوع التركيز اعتقد النادي تم خصم يعني خصموا له مبلغ عشان ده فده بيبين هو اصلا ما كانش مركز انا مش هتكلم معاه انا اتمنى له طبعا حظ سعيد يلعب مع اي فرقه تانية واتمنى له النجاح لكن اعتقد الفتره الجايه مش هيكون ليه دور معانا فاتمنى له يروح اي نادي تاني ويحقق نجاح وانا هبقى سعيد لما اشوفه بيحقق نتيجه كويسه وبيلعب اداء كويس مع اي نادي تاني النهارده يا جماعه مفيش Il vous remercie parce que vous avez répondu à cette question. وبحقيقة أكتر على رده على السؤال بالأسلوب ده هو ده النادي اللي احنا نعرفه سؤالي بس في الملعب شفت ازاي التصرف الفردي النهارده مروان ربيعة اللي ممكن في لحظة عصبية يكلف الفرقة خسارة نقطتين أو خسارة خاصة إن عندنا المباراة اللي جاية بيراميدز مباراة تحتاج مروان ربيعة موجود فيها يعني تعقيبه على أداء الحكم Il y a deux choses. Tout d'abord, il vous félicite pour trois choses, pour le résultat, pour la victoire d'aujourd'hui, pour que vous avez géré le match après l'expulsion de Romy. Vous avez joué à 10, réduit à 10, et pour ce que vous avez répondu à la question qu'il vous a répondu. La question, il y a la double question. La première question, comment vous voyez ce que va faire Romy Rabia, surtout que le prochain match est très important contre Pyramide, on a besoin de tous les joueurs. Souhaitez-vous Ah. Et deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de l'arbitre aujourd'hui? Vous voyez la performance de l'arbitre. Ce qu'il m'a dit. Alors d'abord, c'est très facile. Hein. Rabi a beaucoup d'expérience. Il sait lui-même que le carton qu'il a pris, deuxième, n'était pas intelligent. Si tu as déjà un carton jaune, aussi si tu t'énerves, parce que peut-être c'était pas une faute ou une faute contre lui, mais tu peux pas faire ça ce qu'il a fait parce que il a pas donné une autre possibilité à l'arbitre de lui donner encore une fois un carton jaune. السؤال كان الشكر حضرتك قلت شكر عشان خاطر بيهنيه عشان النتيجه النهارده النتيجه اللي حققها وبيهنيه عشان قدر يدير المباراه فنيا بعد الطرد من لعب 10 لعيبه وبيشكره عشان جاوب على السؤال بتاع صالح جمعه وبيساله يا ترى انت شايف التصرف بتاع رامي ربيعه الفردي اللي عمله واللي كلف الفرقه ان هيبقى في لعيب ناقص الماتش الجاي خاصه الماتش الجاي بيراميدز زي ما حضرتك بتقول ولعبت الماتش جزء منه في دقائق منه ناقص لعيب ايه رايك في التصرف بتاعه فرد قال طبعا رامي ربيعه لعيب كبير وعنده خبرات وعارف هو طبعا التصرف بتاعه غلط ما كانش من الذكاء اللي هو عمله ان هو واخد كارت اصفر هو بس اعترض على القرار بتاع الحكم كان شايف ان هو مش صائب فيه فاعترض بس ان لما كنت باخد كارت اصفر المفروض تاخد بالك من تصرفاتك واكيد هو عارف ان هو اللي عمله ده غلط deuxième question d'abord tout j'aimerais pas juger l'arbitre parce que ça c'est pas mon boulot en tout cas, il n'a pas sifflé pour nous. Hein. Beaucoup des petites fautes, il a sifflé contre nous. Ça, c'était l'impression que j'ai eue. Mais j'aimerais jamais critiquer l'arbitre parce que ça ne vaut pas la peine. Hein. C'est l'arbitre qui décide. Il faut accepter les décisions de lui parce qu'on ne peut pas le changer. الجزء الثاني السؤال الثاني ايه رايك في اداء الحكم النهارده فقال انا اول حاجه ما بنتقدش الحكام ما بتكلمش على التحكيم مش شغلتي ان اتكلم على التحكيم بس انا شفت يعني بوجهه نظري الشخصيه ان هو صفر علينا اخطاء اكتر ما صفر لينا بس انا برده مش في مكان ان انتقل للتحكيم وما بتكلمش على التحكيم يعني ده هو شغله وانا شغلي بعمله كمدير فني ما ليش علاقه بالتحكيم دكتور
طب معلش معلش سؤال. هذا كيف فيسي بور لا فيكتوار دوجوردي؟ عايز يعني شبه مستر فايلر على ارتفاع معدل التهديف اللي بتاع اللي في اخر ربع ساعه. لو تو دو ماركاج ماركي دو بوت Le point positif que vous avez aujourd'hui, qu'on a commencé à marquer derrière 15 minutes, c'est la deuxième fois qu'on marque à la dernière 15 minutes de la rencontre. Deuxième chose, qu'Ahmed Echer a commencé à avoir un rôle défensif. Il revient pour défendre avec. Et ça, c'est quelque chose de positif. Oui, ça, c'est très, très positif. Je répète, ça, c'est pas un sport individuel. Il faut avoir un comportement comme équipe, il faut tous défendre, il faut tous essayer de créer des occasions. Et si un joueur fait des progrès aussi qui concernent ça, je suis très heureux. هو السؤال برضه عشان لو حد سمعه بيقول احنا بنهنيك عشان اول حاجه طبعا الماتش المره ال 12 ان الاهلي يسجل في اخر ربع ساعه في معدل التهديفي بتاعه عالي في اخر ربع ساعه وده بينه في تركيز لغايه اخر مباراه والجزء الثاني طور اداء احمد الشيخ بقى بيعمل ليه واجبات دفاعيه مع الجزء الشق الهجومي بتاعه فهو رد قال اول طبعا ده كشور كمدرب المفروض اي لعيب كره قدم يبقى ليه دور دفاعي ودور هجومي زي ما انت بتخلق فرص وتوصل تروح للجون لازم برضه بتساعد زمالك في الدفاع هو بقى سعيد ان اي لعيب بيتطور في ادائه يعني بيبقى سعيد بيبقى مبسوط له يعني ان هو حاسس ان هو ليه دور في تطوير اداء احمد الشيخ اوكي شكرا اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى عايز اقول لحضراتكم سريعا ماذا قال ريني فايلر في المؤتمر الصحفي في تعليقه على المباراه بدانا المباراه بشكل جيد في اول ربع ساعه وبقيه المباراه كانت التحامات وكرات مشتركه كثيره مع فريق كبير فريق المقاولين العرب ثم بعد بدايه الربع ساعه الاولى قدرنا نحرز الهدف الاول من حسين الشحات ثم الهدف الثاني وهدف جميل لوليد سليمان ثم كارت احمر وبالتالي ده كان تعليقه على المباراة ولكن عندما سئل على بعض اللاعبين الذين لعبوا في غير مراكزهم قال أنا كرة القدم طبعا كان المقصود أيمن أشرف أنه بيلعب النهاردة في الباك ليفت ومحمود متولي في وسط الملعب قال ريني فايلر أن كرة القدم الحديثة بتطلب أن اللاعبين يلعبوا أكتر في أكتر من مركز وده كله بسبب إرهاق غيابات إصابات وده اللي هيبان لنا خلال الفترة القادمة عندما سئل على صالح جمعة تدخل مراقب المباراة وقال إن هو يجب أن يكون هناك سؤال في المباراة ولكن ريني فايلر قبل بأن يجاوب على هذا السؤال وقال فيما معناه أن صالح جمعة هو يتمنى له التوفيق ولكن في نادي آخر وهيبقى سعيد جدا عندما يكون صالح جمعة متألق في أي نادي آخر لأن كرة القدم بالنسبة في العالم كله شقين شق ذهني وشق فني هو بالنسبة له بيقول أن صالح جمعة واحد من أفضل اللاعبين في الشق الفني ولكن الشق الذهني أو التركيز هو قليل عنده شوية وبالتالي هو لن يكون متواجدا مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة ده طبعا كلام ريني فايلر ويلعب ويتمنى له التوفيق إذا لعب في أي فريق آخر ايضا كان عندما سئل عن تصرف رامي ربيع الحقيقه الراجل اجاباته واضحه جدا وصريحه جدا وعارف هو بيقول ايه قال عندما سئل عن تصرف رامي ربيعة في عندما تم طرده قال ان رامي ربيعة لاعب كبير ويجب عليه وهو عارف كويس ان هو تصرف بتصرف خاطئ وبالتالي أرجو أن لا يتكرر مثل هذا التصرف مرة تانية قال أيضا عندما سئل عن تطور أداء أحمد الشيخ قال ده واجبي وطريقتي وأنا كمدير فني أو واجب أي مدير فني أنه يطور من أداء اللاعبين سواء في الناحية الدفاعية أو في الناحية الهجومية ده ملخص تصريحات ريني فايلر أعتقد أنه هيبقى عليها كلام كتير النهاردة لأنه تكلم في موضوع صالح جمعة زي ما قلت لحضراتكم وتكلم أيضا عن طرد رامي ربيع طيب خلينا نعرف تعليق كابتننا الكبار على المؤتمر الصحفي والأسئلة التي جاوب عليها كلها الحقيقة ريني فايلر ولكن بعد ما نطلع نشوف زميلنا كريم أحمد مع كابتن سيد عبد الحفيظ وماذا قال عن أيضا هذه أو بعد نهاية هذه المباراة
بجد التحية لكابتن اسلام الشاطر، كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. فوز مهم جدا والمباراه كانت غايه في الاهميه، كان ليها تحضيرات فنيه على مستوى كبير، مستوى اداري. كابتن سيد عبد الحفيظ سريعا مدير الكره، مبروك يا كابتن سيد. يعني نقدر نقول النهارده المباراه تم التحضير لها بشكل جيد، المركز الثاني والطفره اللي عملها كابتن عماد النحاس النهارده صعبت المباراه بشكل كبير، لكن كالعاده شخصيه النادي الاهلي والاداء الكويس والاداء المطلوب للاعيبه النهارده قدرنا ان احنا نحسب المباراه. حطينا في الاجواء كابتن سيد النهارده. الحمد لله. طبعا يمكن قبل اللقاء انا يعني كنا متاكدين ان هتبقى مباراه صعبه ومباراه فيها سنه عصبيه شويه، وده وضع طبيعي يعني ما بين المركز الاول والمركز اللي بعديه على طول هو نادي المقاولين عرفها، وضع طبيعي يعني. الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن الشوط الاول انهينا بهدف، وكان ممكن كره اجاي تبقى واحده من اجمل الاهداف اللي موجوده في الدوري، لكن برضو الحمد لله على كل شيء. الشوط الثاني الطرد طبعا صد يعني زاد من صعوبه اللقاء، لكن برضو هرجع وقلت وباكد دايما ان في الاوقات الصعبه بيبقى التلاحم والترابط والتعاون والاصرار والعزيمه والروح اللي بيلعب بها لعيبه النادي الاهلي. قدرنا عن طريق وليد سليمان ان احنا نضيف الهدف الثاني الحمد لله. كمان التوزيع، او يمكن كمان بنشوف ايمن اشرف النهارده، بنشوف علي معلول، احنا عارفين يمكن علي سليم، لكن الحافظ على اللعيبه مع الضغط الكبير ده كابتن. راحت طبعا بعض اللعيبه يعني الحمد لله طبعا على كل شيء، لكن في النهايه انت عارف ضغطه المباريات ضغطه كبيره جدا ومتزاحمه جدا سواء كان محليا او افريقيا. يمكن هنشم نفسنا شويه بعد مباراة النجم الساحلي او ما تأجلت 48 ساعة لحد يوم 26، وبعد كمان مباراة انبي ما تأجلت، فده يعني هيدينا فرصة كويسة الحمد لله ان احنا نلتقط انفسنا شوية. ان شاء الله الرحمن نستعد لمباراة النجم الساحلي بمنتهى التركيز، وان شاء الله الرحمن التوفيق يبقى حليفنا باذن الله. عدم يمكن تأجيل مباراة انبي دي كان هيسبب مشكلة كبيرة جدا، لان الامر كان صعب جدا يا كابتن سيد، والتلاحم كان كبير ومباراة غاية في الاهمية. مش طبيعية بالتأكيد يعني انت كونك ان انت تلحم مباراتين في 72 ساعه بقوه المقاولين وصحوه امبي اللي موجوده في الحالي او موجوده في الوقت الحالي مع كابتن حلمي طولان، وكمان تدخل على مباراه النجم الساحلي، اعتقد انها كانت هتبقى امر صعب جدا يعني. لكن زي ما قلت في فرصه كويسه ان احنا نشم نفسنا، وان شاء الله الرحمن نستعد بشكل كويس ان شاء الله الرحمن الاسبوع ده باذن الله. نقطه مهمه جدا يا كابتن سيد، حديث كتير وكتابات كتير على صالح جمعه وبعض التصريح اللي خرجت منه. كابتن سيد مدير الكره الحقيقه معاك، هتقول لنا ايه من خلال شاشه قناه الاهلي؟ يعني انا ما بحبش اتكلم على فرد معين يعني، لكن في النهايه الناحية الالتزامية الموضوع بالنسبة لنا موضوع ملعب ما فيش كلام عليه وما فيش فصل عليه، لكن في كمان في حاجات خارجة عن الملعب يعني، أو في حاجات بره الملعب بنتكلم فيها. أنا اتكلمت مع صالح من حوالي أسبوعين ثلاثة وشفنا وقلنا له وقلت له يعني ممكن يبقى فيها حاجة أنسب ليك وأنسب لينا في الوقت الحالي، فما فيش مشكلة أبدا يعني. في بتمر بالحياة بينا بحاجات متفرقة ومختلفة يعني، لكن في النهاية يعني زي ما أنا قلت يعني أنت بتتكلم على فرد في المنظومة. إن شاء الله الرحمن يكون بالنسبة له، مش عايز أقول يعني الفترة اللي جاية أحسن، لكن لو في عرض مناسب أو في حاجة مناسبة أو في يعني استعارة أو ما شابه ذلك يعني أنا مستنيه. وكلمت معاه من فترة زي ما قلت لك كده، وهو النهاردة كان موجود في النادي بيتمرن تمرينات منفردة، وهنشوف أنسب الحلول يعني. لكن في النهاية يعني بغض النظر عن المشاركة الفنية أو عدم المشاركة الفنية، إحنا عندنا رولز موجودة، عندنا نظام موجود لازم الكل يتبعه والكل يكون تحت طوعه يعني. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره للنادي الاهلي. فوز مهم جدا يا كابتن اسلام. انا كمان يمكن في خلال اللحظات انضم لي الكابتن سامي مصعب مدرب فريق النادي الاهلي، ببارك لك يا كابتن سامي. وزي ما قلنا يعني في المباريات دي اما بيكون الترتيب الاول والمقاولين الترتيب الثاني، انت يهمك الثلاث نقاط، لان ضغط كبير جدا وضغط مباراه كبير جدا، اللعيبه عندنا اصابات وعندنا اجراءات، لكن شخصيه النادي الاهلي والروح الكبيره اللي بيلعب بها الفريق بتقدر تحسم وبتقدر تسعد كل جمهور النادي الاهلي. زي ما انت قلت طبعا شخصيه النادي الاهلي ودي مهمه جدا، وده الحاجه اللي دايما بيبقى الرهان عليها يعني. الحمد لله بنبقى دايما كسبانين منها يعني. مباراه قمه بالنسبه لنا، اول وثاني الدوري، فرقه منظمه عندها حلول هجوميه كويسه، عندنا واحد دفاعيه كويسه، يكفي اللي هم داخلين فيهم 8 اهداف. انت بتسجل النهارده 25% من الاهداف اللي دخلت فيهم، دي برده نسبه كويسه. اللي انت بتسجل في اخر 12 دقيقه او اخر 15 دقيقه برده ممكن يكون ده الجون ال 12 او جون ال 13 كمان، فبرده نسبه كويسه، دول ان اللعيبه عندها اصرار اللي هي تكمل لحد اخر ثانيه، ودي دايما روح النادي الاهلي، وده عهدنا باللعيبه دايما. ما بنتفاجئش في المباراه لما بنشوفش علي معلول بيلعب، بنشوف ايمن اشرف بيلعب، لان الثقه موجوده في الجميع والراجل ليه رؤيه مهمه جدا. ضغط المباراه كابتن سامي بيحاول ان هو يريح بعض اللعيبه، على ما اعتقد كمان ظروف المباراه النهارده كان ممكن يريح ديانج كمان النهارده يعني. كلمنا عن النقطه دي، لان انت عارف في ناس بعض الناس بتتكلم هو ليه ما دفعش بدلاء. يا جماعه الامر كبير والامر مهم، وعندنا بطوله مهمه ومباراه غايه في الاهميه امام النجم الساحلي. انت عندك 30 نجم في النادي الاهلي، مش 11 نجم بس. انت راجل عنده ثقه كبيره في اللعيبه كلها، اللعيبه كلها بتتمرن كويس، اللعيبه كلها مؤهله كويس اللي هي تلعب اساسيه. كان النهارده
زي ما انت قلت ايمن ادى كويس وعلي طبعا بموجود وموجود وحيد برضو من اللعيبه المميزه طبعا في الفرقه برضو النهارده ممكن ما شاركش بس ممكن يكون وجهه نظر الراجل في كده يعني فاحنا عندنا ثقه كبيره والراجل عنده ثقه كبيره جدا في اللعيبه كل اللعيبه مستنيه انها تاخد فرصه وتادي اداء كويس فاعتقد الحمد لله وانا النهارده برضو يعني بشكر ايمن اشرف عمل مجهود خرافي يعني رغم ان بقى له فتره كبيره ما لعبش في المكان دوت لكن بيأدي بيقاتل في كل الاوقات يعني في كل الاماكن واعتقد ان هو من اللعيبه اللي الناس ما تحس بيها قوي لكن انا اعتقد ان هو لعيب مهم جدا اي فرقه واي فرقه تتمنى يكون وجود لعيب زي ايمن اشرف موجود. شكرا جدا وان شاء الله نبارك لك في مباراه النجم باذن الله. شكرا. بنشكر اكيد كابتن سعيد عبد الحفيظ كابتن سامي قمصان فوز مهم وفوز مطلوب وهي دي روح النادي الاهلي مستنيين ان شاء الله كل جمهور النادي الاهلي في مباراه النجم الساحلي شخصيه النادي الاهلي من البدايه مباراه غايه في الاهميه لكن ثقتنا كبيره في كل اللاعبين في الجهاز الفني ان شاء الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا كريم احمد وبكده انتهى الجدل على صالح جمعه تاكدنا من موضوع صالح جمعه خلاص من ريني فايلر زي ما قلت لحضراتكم وايضا من كابتن سيد عبد الحفيظ اذا صالح جمعه سيكون هناك او طريقه انسب بالنسبه له بالنسبه للنادي خلال الايام القادمه من خلال اعارته او اي نادي يطلب ان هو يستعير صالح جمعه هتبقى ان شاء الله خلال الايام القادمه يمكن يزيد التركيز بالنسبة لصالح جمعة ونتمنى أن احنا نشوفه مرة أخرى داخل النادي الأهلي لأنه واحد من أهم وأفضل اللاعبين من الناحية الفنية زي ما قال ريني فايلر. كابتن فتحي تعليقك بقى بشكل عام على كلام فايلر وكلام كابتن سعيد. كلام فايلر أن الراجل ده محترف وبيدير منظومة محترفة هو يعرف دوره الفني وفي دور اداري ان هو بيتخذه اذا كان بيتكلم على الفرقه والردود وتشكيله للفرقه ومستوى المباراه وكده يمكن احنا اتكلمنا جزء كبير منه في الاستوديو اما حته صالح جمعه فهو ده شغل هي ده الاحتراف كره القدم الاحتراف كره القدم في لاعب اللاعب ده بينه وبين النادي في التزام وفي اداء وفي توافق ونفس الحكايه مع اللاعب النادي عنده هذا الالتزام والتوافق في قواعد بتربط العلاقه بين اللاعب بتربط العلاقه بين النادي وبعدين في مدير فني له دور وفي مدير اداري له دور ف شايفين احنا المنظومه النادي الاهلي ما بيضارش بالمزاجات او بالاهواء او بالحب والكره او بان انا اخد قرار في اللاعب ده او ما اخدش القرار ده في قواعد ولوائح ورسوم بتطبق على كل اللعيب ايا كان هؤلاء اللعيب ايا كان اللاعب ده فهو شايف ان المرحله دي لصالح جمعه انه مش قادر يندمج في وسط اللعيبه من ناحيه الفنيه اللي هي عاليه عنده جدا بسبب ان تركيزه غير موجود تركيزه غير موجود دي بتحصل للعيبه كتير تقول يعني بتحصل لاي لا في لعيبه كتير نماذج عاليه جدا واندثرت هما بينهوا نفسهم وفي لعيبه بترجع تاني فالنادي الاهلي حتى الان لا زال هناك شعره ان هو ايه هيعمل له اعاره الاعاره دي يعني هو مش متنازل عنه نخليه يشترك ويلعب مع اي فرقه تانيه ويشوفه كده بحيث ان هو لو قدر فعل نفسه سهل جدا النادي الاهلي لان فنيله النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي مش اي حد يقدر يندمج فيها الا الملتزم والمنتظم والصاحب المبادئ وصاحب الاداء انت فني 10 على 10 لازم تكون كمان سلوكك يتناسب مع هذا التركيز خلينا نتكلم في تركيز يعني هو السلوك والتركيز انك تركز في النادي الاهلي لان نادي بطولات طالما نادي بطولات انت عارف ممكن ما كانش يظهر الاخطاء بتاعته في لو في نادي بيلعب في يعني متوسط الجدول لكن لو فرقه اي فرقه بتلعب على بطوله اي خطا لاي لاعب بيبان واي تصرف للمدرب واي تصرف لاداري واي تصرف للمشاهد واي تصرف للحكم بتبان مع فرق البطولات والنادي الاهلي فرقه بطوله وبتشارك في اكثر بطوله طبعا. فطبعا كل لعيبته لازم تكون كلهم جاهزين لهذه البطوله. طيب كابتن شريف الفترة القادمة بعد فوز النادي الأهلي النهاردة أسبوع الحمد لله هنستطيع أن احنا نلتقط في الأنفاس الفريق يعني يلتقط في الأنفاس خلال الأسبوع ده ولكن أهم النصائح اللي حضرتك بتقدمها أن أعتقد هيبقى عندنا يوم الأربعاء بعد كده المباراة يوم الأحد تاني إن شاء الله أعتقد أن محيط المباراة اللي هي مباراة النجم
في أذهان اللعيبة كلها الحقيقة، في أذهان الجهاز الفني وفي أذهان الجماهير وفي كل حاجة. فهي بقت دوافع كتير جدا للاستعداد لهذه المباراة من شكل المعسكر. يعني خلاص اللعيبة بتفكر وبتاكل وتشرب في الثلاث نقاط دول الأهم، في الثلاث نقاط دول اللي هم يخليهم بتطلقوا أو بيتطلعوا لبطولة، مش إن هم يعدوا الدور ده بس. هي المباراة دي مهمة جدا بالنسبة لجماهير النادي وبالنسبة لهم هم كمان، بتديهم ارتياحية كتير قوي إن هم ييجي يلعبوا مع فرقة السودان الهلال السوداني يبقى معاهم الثلاث نقاط ومعاهم 10 نقاط. فدي كل دي دوافع بالنسبة لهم إن هم يهتموا بالنسبة للأسبوع اللي جاي ده بكل شيء الحقيقة. إذا كان في لعيب النهاردة حصل أي حاجة لازم يكون في ريكفرينج النهاردة كويس، يدوا حرية للجهاز الفني إن هو يبقى متمتع بال 23 لعيبة أو 25 لعيبة اللي موجودين، ياخد منهم الأحسن والأقدر للدراسة لفرقة النجم الساحلي. إمكانيات النجم الساحلي شفناها في مباراة بعد المباراة اللي كانت معانا ما كانتش قوية جدا، يعني إحنا كنا 10 أفراد وهاجمين عليهم في أرضهم، إنما بعد كده شفناهم في مباريات تانية عندهم أنياب، عندهم تحركات، عندهم أطراف بيروحوا على الجول بيجيبوا أهداف. فالشكل بيتغير لما بتخش جوه البطولة. كسبوا الهلال في الهلال في السودان، كسبوا الهلال في الهلال عندهم الدافع، مباراة جيدة الحقيقة وهيجوا لك هنا كمان في نفس الشكل عايزين يثبتوا ان هم يعني على قد المستوى وعلى قد اسم النجم الساحلي. فكل ده بيرجع الحقيقة كل واحد بيشوف شغله، انما اللاعب نفسه، اللاعب نفسه اللي بيعمل الحالة اللي بيركز فيها وبيوصل للجماعية في أي وقت المدير فني بيحط فرقة بيبقى كلهم جاهزين بنفس الشكل وجاهزين بنفس الفكر وجاهزين بنفس المباراة والثلاث نقاط. فده في موت في الملعب، في روح، هي الروح دي اللي هتبقى في التمرين، في زي لما روح أنا أبقى مهتم بكل شيء. يعني في أسبوع الحقيقة في تركيز كبير قوي، النوم كويس، الأكل كل كويس، حاجة قلة سواقة، قلة سواقة، هم عارفين كل الكلام ده الحقيقة اللعيبة. يعني البعد عن السهر والضوضاء والتجمعات، أعتقد أن هو الجهاز الفني والإداري موفر لهم، هم عندهم خبرات يا كابتن فتحي كبيرة قوي، اللعيبة الحقيقة كلها يعني حاسين بالوقت ده وحاسين بالموقف، ومش هقول لك ريفينج لا، حاسين بحقيتهم أن هم يكونوا إن شاء الله الأول على المجموعة. بليل بص يا كابتن اسلام، المباراه اللي جايه مباراه يعني اكون او لا اكون، يعني بمعنى مش بمعنى ان انت هتكسب المباراه فبالتالي انت كسبت وعملت اداء جيد فهو ده المطلوب منك، لا. المباراه اللي جايه هي مباراه يعني تحديدك اذا كنت عايز تبقى بطل للبطوله ولا لا، اذا كنت عايز توصل للنهائي ولا لا. مباراه قويه، تلعب مع خصم جيد، امكانياته جيدة، مش الأبرز في البطولة من وجهة نظر الشخصية. يعني النجم الساحلي مش مصنف، يعني لما تسأل النجم الساحلي يقول لك لا ده المصنفين ياخدوا البطولات، لا، الأهلي مصنف، مازيمبا مصنف، الترجي مصنف، ممكن يكون الوداد مصنف، سان داونز ممكن يكون مصنف، لكن النجم الساحلي بعيد عن التصنيف. فعشان كده بقول إن الماتش اللي جاي هو ده اللي هيوصلنا إن إحنا يعني بالأداء والروح، إنك لما تكسب وتعمل أداء جيد جدا هيوصلك إنك الناس دي تحطك في تصنيفك الطبيعي، الوضع الطبيعي بتاعك، ان انت نادي بتلعب على البطوله، مش نادي جاي بتادي مباريات فقط لا غير وبتكسب عشان تخرج وتعدي دور ال 16. دور ال 16 بالنسبه للنادي الاهلي يعني شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا انك تعديه، ودور الثمانيه شيء طبيعي جدا برضو ان انت تعديه، ده العادي. تمام، انت بتتكلم في سيمي فاينل وفاينل، ده انت طول عمر تاريخك بيقول كده، بتلعب على بطوله. تمام، لو ما خدتش البطوله بتلعب فاينل، ما خدتش فاينل بتلعب سيمي فاينل، ده وضع طبيعي. فعشان كده بقول المباراه اللي جايه محتاجه تركيز شديد جدا جدا، اولا من المدير الفني وكيفية إدارة المباراة. إحنا اتفقنا كابتن إسلام إن الدوري حاجة وإفريقيا حاجة تانية مختلفة، لأن الفرقة في إفريقيا تكاد تكون قريبة ليك في المستوى، قريبة ليك في الطموح، زيك في الطموح، مش قريبة، زيك بالظبط في الطموح، ممكن تكون زيك في الإمكانيات. أنت بتلعب فرقة برضو بطل في دولتها، فرقة خدت بطولة إفريقيا قبل كده، وصلت للفاينل كتير قبل كده، عندك طار معاها هنا هنا في القاهره، وتفتكر المباراه اللي احنا خرجنا منها من النهائي، تمام بالك، وعندك طار معاها، مش عايز مش بلغه يعني مش عايز اقول طار يعني طار رياضي، يعني قصدي بتكلم في الاطار المنافسات الرياضيه يعني. فبالتالي انت المباراه اللي جايه لازم انت تحدد شخصيتك هتروح على فين، لازم تحدد وكمان ترجع ثقه الناس فيك وجمهورك فيك. انت عايز تقول المباراه اللي جايه لا انا الاهلي البطل اللي راح يلعب على بطوله، مش اللي عايز يعدي من دوري المجموعات، عايز اكسب 1-0 في ملعبي فبالتالي خدت 3 نقاط وبعد كده هروح لسه الهلال اشوف هعمل ايه. لا، الفكره مش كده، الفكره انك لازم تثبت للجميع كمدير فني
كلعيبة إمكانياتك وقدراتك أن أنت مؤهل أنك تاخد بطولة إفريقيا. إنما الطريقة أو اللي قيل بقى الحسابات إن إحنا يا رب نكسب 1-0 وبعدين نعدي ونروح نشوف الهلال إن شاء الله يكون هو تعادل مع الكلام ده أعتقد مش وقته أو مش ده النادي الأهلي ما يفكرش بالطريقة ولا بالشكل ده. اللعيبة لازم تبقى عارفة إن في مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا. مدير فني أعتقد بعد كل اللي حصل في الماتشات الأربعة اللي فاتوا دول بقى عارف الأمور بتدار إزاي داخل مصر إعلاميا على الأقل جماهيريا. الجمهور يعني أكيد حطوا تحت ضغط إنك لازم تاخد بطولة إفريقيا. أنت 3 سنوات بتصعد للبطولة، السنة اللي فاتت بتخرج من دور الثمانية، السنة دي ما أعتقدش بعد كل الإمكانيات اللي فيها النادي الأهلي وكل وحجم اللعيبة اللي موجود وقيمة المدير الفني اللي موجود إن إحنا ما ناخدش بطولة إفريقيا أو على الأقل نبقى موجودين في الفاينل السنة دي. فبالتالي تركيز شديد جدا مدير الفني لازم يبقى فيه دراسة جيدة جدا لفرقة النجم الساحلي، دراسة جيدة جدا جدا عودة إمكانية وقدرات النادي الأهلي مرة تانية في إفريقيا الغائبة الحقيقة يمكن على معظم فترات المباريات اللي فاتت كلها حتى المباريات اللي جوه ملعبنا للأسف الشديد أنا ما شفتش يعني النادي الأهلي بحجم وإمكانياته وشخصيته في كل المباريات الإفريقية اللي لعبناها سواء كانت اللي على ملعبنا الناحية هنا أو اللي برة ملعبنا وليس تقليلا من الإمكانيات ولكن ممكن يكون المدير الفني مش قادر لسه ما قدرش يقرأ الكرة في إفريقيا ماشية إزاي ما قدرش يقرأ الفرق الإفريقية بتتعامل بأني شكل ما قدرش يعرف ويتعرف على حجم الحكام وطبيعة الحكام في إفريقيا دي برضو طبيعة محتاج إنك تعرفها أنت كمدير فني عشان تقدر تشتغل عليها لأنك بتعرض لظلم واضح مربى لاتينيا من تعليق هدف ما تحسبش فده وضع طبيعي لازم تدرسه أنت كمدير فني فبالتالي التركيز من المدير الفني محتاج تركيز شديد جدا 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 في المباراة اللي جاية عشان نقدر نرجع الثقة تانية للجمهور عشان يبقى عنده ثقة فينا مرة تانية مش بس في الدوري العام المصري. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي خلال الأيام القادمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن فتحي. شكرا جزيلا يا كابتن شريف. شكرا جزيلا يا كابتن بلال. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل دكتور أحمد ثابت أهم الأرقام والإحصاءات ومن هو نجم هذه المباراة من وجهة نظر الأرقام والإحصاءات. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت واهم الارقام والاحصاءات الخاصه بمباراه المقاولين العرب. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مبروك. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين. بالتاكيد الفوز ال12 على التوالي فوز مهم قوي بتلعب الثاني على الدوري النهارده فريق بيقدم يعني موسم محترم جدا مع كابتن عماد النحاس يمكن النهارده كمان دي تعتبر ثاني افضل بدايه في تاريخ النادي الأهلي في بداية الدوري يعني الموسم الأولاني الرقم الأول كان موسم 2004-2005 ب 17 فوز متتالي ده كان 2004-2005 مع مانويل جوزيه النهاردة بتعادل رقم موسم 2002-2003 مع بونفرير ب 12 فوز متتالي يبقى كده أنت تاني أفضل بداية في تاريخ النادي الأهلي في الدوري الأولى كانت 2004-2005 ب 17 فوز متتالي النهاردة اللي هي تعتبر رقم 2 12 فوز متتالي 2019-2020 و2002-2003 رقم 4 كانت موسم 99-2000 8 فوز متتالي فبالتأكيد بداية محترمة جدا النهاردة يمكن المباراة ممكن كأداء ما تعجبش الجماهير ولكن مباراة تكتيكية من يعني على طراز فريد من فايلر تفوق على عماد النحاس 10 على 10 النهاردة فاجئ الجميع فايلر بطريقة لعبه في ايه؟ طول عمرنا متعودين النادي الاهلي بيعمل 600 تمريرة 500 تمريرة بتنزل تهاجم النهارده فايلر عمل ايه؟ عمل مباراة دفاعية فاجئ الجميع بمباراة تكتيكية دفاعية على مستوى اكثر من رائع النهارده البداية بواحد زي ايمن اشرف لما اتكلمنا قبل المباراة ازاي تبدا بايمن اشرف على حساب علي معلول كانت من خلال ان انت لو انت كنت بدات مثلا طبعا علي معلول نجم كبير ولكن كان ممكن مثلا يبقى فيه نوع من الريسك ان انت عندك سرعات كبيره قوي محمد سالم لعيب سريع جدا كريم مصطفى لعيب سريع سيف الدين الجزيري لعيب سريع جدا وبالتالي البدء النهارده ان انت خليت النادي الاهلي بيستنى في وسط ملعبه دي اول مره تحصل يعني هقول لحضرتك على رقم عدد المحاولات بتاع النادي الاهلي النهارده اول مره فريق يتفوق على النادي الاهلي في عدد المحاولات
نادي المقاولين عامل 15 محاوله مقابل النادي الاهلي عامل 10 محاولات. نسبه التمريرات، عدد التمريرات بتاع النادي الاهلي 405، النادي الاهلي طول عمره في مع فايلر بيعمل 500 و600 ولكن النهارده هو ساب لك الكوره قال للمقاولين العبوا براحتك وانا اللي هكسب. ازاي؟ من خلال حاجتين، سرعه التحول من الدفاع للهجوم زي ما شفنا الهدف الاول. الهدف الاول لو عرضناه هنلاقي سرعه تحول رهيبه من الدفاع للهجوم. الحاجه الثانيه استنى خطا من حد من المنافس زي ما شفنا الهدف الثاني واتكلمنا على اخطاء محمود ابو السعود حارس المقاولين العرب في الطلوع من المرمى والتردد دايما في قراراته. ادي يا كابتن اسلام سرعه التحول ده اللي عمله فايلر، استنى في وسط ملعبك وتحول بسرعه من الدفاع للهجوم. احنا متعودين دايما النادي الاهلي بيعمل ايه في الدوري، هو اللي بيسيطر، هو اللي بيستحوذ، هو اللي بيعمل عدد تمريرات كبير، ولكن النهارده هو فاجئ الجميع وفاجئ كابتن عماد النحاس بالطريقه الدفاعيه. وازاي؟ دايما كره القدم ثلاث حاجات، دفاع، مرحله الدفاع، مرحله التحول من الدفاع للهجوم، مرحله الهجوم. ادي الحاجه الثانيه برضو استغلال خطا من خروج من محمود ابو السعود اللي اتكلمنا عنه قبل المباراه في القرارات في الخروج من المرمى، وبالتالي ده شغل دي مباراه تكتيكيه. انت النهارده احسن اثنين مدربين في الدوري مين؟ فايلر وعماد النحاس. احسن اثنين مدربين في الدوري، مباراه تكتيكيه ما بينهم، مين اللي تفوق؟ فايلر. ازاي تفوق؟ هسيبك تلعب، انت عندك السرعه، ممكن لو كان النادي الاهلي ضغط النهارده وعمل عدد التمريرات كان هيبقى في مساحات كبيره وراه، لو كان لعب دفاع هاي لاين اللي هو دايما بيلعب دفاع متقدم، يعني طول عمرنا مثلا مع فايلر بيلعب دفاع متقدم، تخيل الدفاع المتقدم ده وفي واحد زي محمد سالم ده، مستواه بصراحه غريب، محمد سالم الموسم ده يعني سريع جدا وحاجه غريبه، سرعات غريبه، تخيل لو محمد سالم ده كان موجود وفي مساحات وراه. فبالتالي فايلر النهارده اعتقد ان هو ذاكر المنافس بصوره ممتازه، ان انت اولا تقفل المساحات، تبدا بايمن اشرف واحمد الشيخ اللي بيواصل التالق على المستوى الدفاعي، تملي بنقول في الاستوديو هنا ان احمد الشيخ فايلر مقتنع بيه عشان معدل قطع الكرات بتاعه. النهارده عمل جبهه دفاعيه ممتازه احمد الشيخ وايمن اشرف في الجبهه دي عشان يقفلوا الجنب الهجوم القوي، سواء بقى محمد سالم، سواء سيف الدين الجزيري، سواء كريم مصطفى، اكتر من لاعب عندهم سرعات. وبالتالي فايلر عمل مباراه تكتيكيه ممتازه بالوقوف، وزي ما قلت لحضرتك اعتمد على حاجتين، هتحول بسرعه، اقطع الكره بسرعه واعمل سرعه تحول اللي شفناه في الهدف الاول بسرعه، وسرعه تحول من الدفاع للهجوم. الحاجه الثانيه ايه؟ ان انا استنى خطا من حد من الدفاع او من حارس المرمى او كده، او اشوط من بره. يعني شفنا النهارده عمرو السوليه بيشوط، عمرو السوليه مثلا عمل محاوله، محمود متولي عمل محاولتين، فده راجل ذاكر المنافس بصوره جيده جدا. ده بالنسبه لفايلر على المباراه التكتيكيه. بالنسبه للاداء، تحليل اداء اللاعبين بقى، اعتقد ان عمرو السوليه قدم مباراه ولا اروع بالارقام. عمرو السوليه النهارده لعب 90 دقيقه، انت بتتكلم في لاعب صنع هدفين، عمرو السوليه هو اللي كان بيعمل لك عمليه التحول وهو الليدر في الحته دي اللي هو بيقود. النهارده محمد مجدي قفشه ما كانش في حالته، ولكن عمرو السوليه هو اللي كان بيقوم بالدور ده. عمرو السوليه قدامنا ارقامه على الشاشه، لعب 90 دقيقه، صنع هدفين، اكثر من قطع الكرات، وبالتالي انت بتتكلم في واحد على المستوى الهجومي صنع هدفين، على المستوى الدفاعي اكثر من قطع الكرات 21 مره، اكثر من قام بتاكلنج صحيح بالتساوي مع ايمن اشرف 3 مرات، واكثر واحد استعاد السكند بول الكره الثانيه 12 مره، وكمان اكثر واحد عمل تمريرات في الملعب 39 تمريره، وكان تمريره طوليه 11 تمريره طوليه، اكثر واحد عمل تمرير طولي لونج باص لقدام بنسبه نجاح 54.5%، نسبه دقه تمريراته القصيره 89.3، عدد المحاولات على المرمى 1، وارتكب خطأين وحصل على خطأ. وبالتالي عمرو السوليه قدم اداء ولا اروع في المباراه، ومكسب كبير وفوز معنوي مهم جدا قبل مباراه النجم الساحلي. رقم 2 وبرضه اللي ينافس عمرو السوليه في رجل المباراه هو محمد الشناوي. محمد الشناوي بيعيش افضل فترات حياته ويحسب لمدرب حراس النادي الاهلي. التطور الموجود في محمد الشناوي، اكتر مباراه في الدوري تصدى فيها محمد الشناوي لتسديدات، 7 تسديدات، اكتر مباراه تصدى فيها لتسديدات 7. طب عدد السيفز، عدد الانقاذات منهم قد ايه اللي هي اهداف محققه؟ 3، انقذ 3 اهداف محققه من نادي المقاولين العرب، وبالتالي يستحق تقييم عالي جدا. خروج صحيح على العرضيات 2 من 2، يعني نسبه نجاح في العرضيات 100%. طب بالنسبه للخروج من المرمى دور الليبرو اللي بيلعبه الشناوي، خروج صحيح 3، خروج خاطئ مرتين اللي هي كانت في واحده في بدايه الشوط الاول وواحده في بدايه الشوط الثاني. كمان محمد الشناوي بقى بيلعب برجله كويس قوي، يعني التمريرات الطوليه 15 بنسبه نجاح 46.6، يعني 7 من 15 صح، فرقم كويس جدا. تطور في الخروج من المرمى، في المرمى رد الفعل عالي جدا، العرضيات ما شاء الله عليه،
بيلعب دور الليبرو بامتياز. كمان في رقم مهم قوي لمحمد الشناوي، النهارده بيوصل للكلين شيت رقم كام؟ رقم 10 في كام مباراه في 12 ماتش. بسم الله ما شاء الله، 10 كلين شيت في 12 ماتش. لو بصينا على المقارنه ما بين ارقامه في الموسم الحالي والموسم الماضي، تصميم الصوره اللي بعد دي هنبص نلاقي ارقامه اهو. بص حضرتك هتلاقي الموسم الماضي لعب كام مشاركه؟ 23. بالارقام حافظ على نظافه شباكه الموسم الماضي كام؟ 13 في 23، استقبلت شباكه اهداف 11 هدف. طب الموسم الحالي؟ الموسم الحالي لعب 12 مشاركه، حافظ على نظافه شباكه 10 من ال 12 يعني، واستقبلت شباكه اهداف 2، وبالتالي محمد الشناوي بيعمل ارقام الضعف، يعني بيقترب ان شاء الله ان هو يعمل ارقام رهيبه، واعتقد ان هو باذن الله كلين شيت هيبقى رقم قياسي الموسم ده لمحمد الشناوي. بعد كده طبعا احمد الشيخ يعني قدم دور دفاعي مهم جدا، يعني لو بصينا في الحته دي هقول لحضرتك على رقم مميز جدا لاحمد الشيخ، رقم مفاجاه. احمد الشيخ اكتر لاعب قطع، دايما بنقول الرقم ده اكتر لاعب قطع الكوره في الرباعي الامامي، ولكن النهارده الرقم عدى ال 10، وصل 11 مره، يعني 11 مره قطع الكوره. ده دور مهم جدا لاحمد الشيخ في الجنب ده، يعني احمد الشيخ تحس ان هو هنا بيلعب مش على عدلته، فمش واخد راحته، يعني هو لو لاعب في الجنب ده بيبقى اكتر، بيروح على الجون اكتر، ولكن هنا هو طالب منه دور دفاعي اكتر. يعني النهارده كان الدور الدفاعي بتاع ايمن اشرف واحمد الشيخ مميز. يعني احمد الشيخ لو استعرضنا ارقامه هنلاقي ان هو قطع الكوره 11 مره، عمل 25 تمريره قصيره صح من 29، 3 تمرير طولي كويس جدا، وعمل 4 عرضيات، ملوش ولا مراوغه ناجحه، ملوش ولا محاوله. ادي ارقامه قدامنا على الشاشه، لعب 79 دقيقه، طبعا هو فقد الكوره 4 مرات، قطع الكوره 11 مره. نركز في الرقم اللي هو اكتر من قطع الكرات في الرباعي الامامي 11 مره، فقد الكوره 3 مرات، طبعا رقم كويس جدا، حصل على اخطاء ما حصلش ولا خطا، اهم حاجه هو وطبعا صنع فرصه اللي هي الهدف الاول اللي تسببت في الهدف، ولكن اهم رقم في احمد الشيخ هو دايما ان هو مميز بقطع الكوره في الحته اللي قدام. اللي بعد كده طبعا يعني في ناس مميزه جدا. انا شايف ان ايمن اشرف قدم مباراه كويسه جدا على المستوى الدفاعي، يعني لما راح باك ليفت النهارده لو استعرضنا الارقام ما بينه وما بين احمد فتحي هنلاقي ان ايمن اشرف قطع الكوره 13 مره، رقم كويس جدا، متساوي مع ياسر ابراهيم بالمناسبه 13. ادي قدامنا اشرف عمل كام تمريره من ورا؟ 30 تمريره قصيره صح واثنين خاطئه، احمد فتحي 19 وواحده خطا. طب التمريرات الطوليه يعني اللونج باس بتاع ايمن اشرف كان 5 بنسبه نجاح 40%، لكن احمد فتحي السبعه صح. بالنسبه لقطع الكرات 13 لايمن اشرف رقم كبير، احمد فتحي 10، وكمان ايمن اشرف منع هدف محقق اللي هو كان انفراد، وبالتالي على مستوى الدور الدفاعي والتغطيه العكسيه ممتاز النهارده. نبص بقى على الدور الهجومي، الاثنين في الدور الهجومي ما كانش لهم دور كبير، وده ايه؟ وده بياكد ايه؟ التعليمات بتاعت فايلر ان انت تقف في وسط ملعبك مستني فرقه المقاولين عشان السرعات اللي عندهم. يعني لو بصينا على احمد فتحي في الارقام هنلاقي ان هو عامل 9 عرضيات، طبعا ولا عرضيه صح. ايمن اشرف 4 عرضيات. لا بس انا بختلف معاك، بيني وبينك برضو ساعات اصل الارقام دي بتبقى، يعني انا النهارده شايف ان احمد فتحي واحده من المباريات الجيده جدا اللي عمل فيها طبعا. نعم طبعا احمد فتحي عامل ماتش كويس. لا مش ماتش كويس، طبعا ماتش كويس، لكن انا بتكلم على الاوفرات، يعني النهارده عمل اوفرين بالنسبه لي انا، يعني انا كنت بلعب في المكان ده وعارف الاوفرين دول من احلى الاوفرات اللي عملهم احمد فتحي طبعا، لكن بس محدش راح عليهم. ممكن تكون اللعيبه، لا معلش، فما ينفعش تقول ان هي اوفرات خاطئه، ما ينفعش تقول ان هي اوفرات خاطئه، هي ممكن تبقى انا عامل اوفر صح في مكان صح واللعيب ما راحلهاش، او راح لها او المدافع شالها احسن من المهاجم، لكن في النهايه احمد فتحي عامل النهارده تحديدا وانا قاعد اوفرين جامدين جدا طبعا، يعني مش من الاوفرات السهله ان هي تتعمل وقويه ومرفوعه في مستوى جيد للاعبين وشايف اللعيب قاطع ازاي. لا طبعا ما ينفعش تقول ان هو ما رفعش ولا واحده صح. ما انا هقول لحضرتك لغه الارقام بتقول ايه في الاحصائيات في العرضيه. العرضيه بتتحسب انا دايما بنتقد الموضوع ده، هي بتديك مؤشر، يعني مثلا لما لاعب يعمل عرضيه وما يستلمهاش زميله بتتحسب عرضيه خاطئه، فدي بتديك مؤشر، بس لما لاعب يعمل 9 عرضيات فيها ظلم كبير الحقيقه. طبعا دي بتبقى، بس على الاقل بتديك مؤشر، يعني مثلا لما تقول مثلا 9 عرضيات عمل منهم فرصتين او 3 يبقى عمل عرضيات كويسه مثلا. لكن طبعا احمد فتحي قدم مباراه كويسه جدا على المستوى الدفاعي، كان بيلعب عليه لعيبه سرعات. ما بتكلمش على المباراه، انا بتكلم على الاوفرات، على العرضيات. العرضيات اللي طبعًا عملها احمد فتحي النهارده من وجهه نظري ان النهارده واحده من المباريات الجميله جدا اللي عمل فيها هو. بالمناسبه اكتر لاعب عمل عرضيات في المباراه احمد فتحي، عمل 9 عرضيات، اكتر لاعب عمل في المباراه ايمن اشرف، عمل 4 عرضيات. بس ايمن اشرف ارقامه على المستوى الدفاعي هايله بصراحه، منع هدف محقق
13 مره قطع الكوره، اكتر لاعب عامل تاكلنج صحيح بالتساوي مع عمرو السوليه، وبالتالي قدم مباراه كويسه. ما ننساش طبعا ياسر ابراهيم وجوده ماشي في خط الدفاع جنب رامي ربيعه فرق كتير. اخر حاجه بقى معانا النهارده حسين الشحات، واسمع برضو ارقام ياسر ابراهيم. بالنسبه لحسين الشحات، حسين الشحات احنا عاملين له مقارنه ما بين ارقامه الموسم ده والموسم اللي فات. بص هتلاقي حسين الشحات يعني كسر ارقامه بتاعت السنه اللي فاتت. حسين الشحات الموسم اللي فات لعب كام ماتش؟ 17 مشاركه، مسجل مع النادي الاهلي 4 اهداف وصنع هدف. طب الموسم الحالي لعب 10 مشاركات بس، مسجل 5 اهداف وصنع هدفين. وبالتالي حسين الشحات كسر ارقامه بتاعت السنه اللي فاتت في عدد مباريات اقل، يعني السنه دي لعب 10 مشاركات، السنه اللي فاتت لعب 17 مشاركه. ممكن يكون حسين الشحات مسته برضه في الفعاليه على المرمى، دايما لما يبقى عندك اكتر من هدف. النهارده بنشوف وليد سليمان بيوصل للجون السادس، حسين الشحات بيوصل للهدف الخامس، كهربا بينزل الماتش اللي فات بيجيب جونين، فعندك تنوع تهديفي كبير جدا، فدي حاجه مهمه. وليد سليمان بالمناسبه النهارده وصل لهدفه السادس، وقلنا اتكلمنا على ميزه وليد سليمان في الموسم ده ان هو بيلعب بضربات راس بصوره ممتازه، وصل لهدفه رقم 52 في الدوري في تاريخه. تمام. ياسر ابراهيم بصراحه وجوده جنب رامي ربيعه النهارده منع تسديدتين، بيلعب بروح، عنده روح. ميزه ياسر ابراهيم بيلعب بروح عاليه قوي، كمان تمركزه دايما بيبقى واخد العارضه القائم القريب بشكل مميز جدا، قطع الكره 13 مره، بيفوز بالالتحامات الهوائيه بصوره ممتازه جدا، وكمان منع تسديدتين مؤثرتين. ده بالنسبه لياسر ابراهيم. طبعا للنادي الاهلي 3 نقاط جديده بيضيفها الى رصيده ليتربع منفردا على قمه الدوري العام المصري. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد. شكرا وبالتوفيق باذن الله للنادي الاهلي في الفتره الجايه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كابتن ناصر عباس اهم الحالات التحكيميه بقى هنتكلم عنها في مع طاقم التحكيم او عن طاقم التحكيم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره الاخيره كابتن ناصر عباس. هنتكلم عن طاقم التحكيم واهم الحالات التحكيميه لهذه المباراه. ازيك كابتن ناصر؟ اعتقد ان طاقم التحكيم النهارده كابتن احمد الغندور وكابتن احمد حسام طه وكابتن محمد عبد المجيد وكابتن عاطف حسين كان حكم رابع، مش اعتقد، قول لي ايه رايك فيهم؟ طبعا بدايه طبعا اشكرك كابتن اسلام وبشكر كل ساده الدين. لو هنرجع كابتن اسلام، احنا في البدايه قلنا كلام هنذكر به. اتفضل. قلت لحضرتك النهارده هذه مباراه صعبه، وقلنا التحكيم يجب ان يكون يقظ، وقلنا التحكيم يجب ان يكون هناك تعاون ما بين الحكام والحكام المساعدين. مظبوط. هذه الامور احنا قلناها لان المباراه لا تتحمل اخطاء تحكيميه، مباراه محتاجه جهد من طاقم التحكيم. هنشوف من خلال الحالات التحكيميه هنلاقي اختلاف كبير جدا في معايير احتساب المخالفات يا كابتن اسلام، ودي مشكله التحكيم. احنا قلنا دايما التحكيم لابد ان يكون المعايير واضحه وواحدة على كل المخالفات. تمام. نروح للدقيقة 48 تقريبا، في صافرة على مخالفة، شوف هل في مخالفة ولا مفيش. هنا قفشة. تمام. بيطلع الراجل طالع اهو، شوف هنا بيحاول يلعب كتير. دي الفاول على المقاولين. الفاول هنا فين؟ يعني فين الفاول؟ دي أول حاجة احنا قلنا قرار. أيوة. حتى على قدر المستطاع خلي اللعب يتواصل او خلي اللعب يستمر، مفيش مخالفه، ولكن هنا تم احتساب المخالفه طبعا بقرار غير صحيح من الحكم. تاني بنقول هنا في منافسه على لعب الكره، وبالتالي هنا كان قفشه كان عنده فرصه لعب الكره يعني. ولم يرتكب اي مخالفه، وهنا القرار يعني لو انا احسب المخالفه كابتن اسلام هنا هحسب على المخالفه المقولين ان هو حاجز هنا اللاعب ومنعه من ان هو يوصل للكره اللي هي مفترض ان هو يلعبها. تمام. دي اول قرار عندنا، قرار خاطئ من الحكم في هذه الحاله. شوف عندنا في الدقيقه 14 20، دايما بنرجع لحاجه مهمه جدا، والحكم المساعد اليقظ اعتقد من ابرز الحكام اللي موجودين في طاقم التحكيم هذا الحكم احمد حسام طه. ايوه. هنا بنقول التعاون النموذجي بين الحكم والحكم المساعد. نشوف هنا تكنيك تاني، تكنيك هنا بيدي بالاشاره بالايد الشمال والمخالفه صحيحه بالتعاون من الحكم احمد حسام طه. هنا بنشوف تاني هنا
هنا الحكم قريب والحكم مساعد قريب، ولكن هو اللي ادى القرار هنا الحكم المساعد احمد حسام طه، بحييه وماشي بخطى ثابته في هذه الامور. حاله من الحالات الصعبه والجدليه، نشوف الاول تمركز الحكم. خلينا نروح هنا هدف، هنا الهدف انا هدف سليم، يعني ان كان هناك في خطا عشان بس نوضح للناس، هنا هدف سليم، هنا هدف سليم. ان يسبقه مخالفه او مش مخالفه ده كلام ممكن نتكلم فيها كابتن سليم، ولكن هنا الهدف، الهدف هنا في حاجه، هنا هدف لما سجل، هنا هدف سجل سليم. ولكن نرجع هنا بقى بالمخالفه، تمركز الحكم هنا كان بعيد شويه. هشوف هنا كابتن، هنا في مخالفه على مين في الاول؟ هنا المخالفه هنا لا واحده واحده هنا على الكوره. بص يا كابتن، انا هنا رحت الكورتي، خلينا نتكلم كلام الواضح عشان الناس تبقى، يعني احنا كلامنا يبقى مقنع للكل. اجويه راح لكورته وهو سبق هنا وعنده استحواذ على الكوره وبيلف بالكوره. شوف هنا الركبه، الركبه نرجع كده بالركبه من تحت والايد الشمال من لاعب المقاولين العرب. شوف هنا المخالفه تمت الاول على لاعب المقاولين العرب. كابتن هنمشي هنا في الركبه. مجدي من فضلك لو سمحت هات لي الركبه الاول اللي هي عشان بس نوضح للناس انه كان هناك في مخالفه لصالح لاعب النادي الاهلي. اجويه هرجع شويه مجدي كده بعد اذنك. هو هنا ادى ايه؟ ادى هنا استمرار للعب. هنمشي كابتن اسلام، انا هوصل بس لاخر اللعبه. هنا المخالفه موجوده بالركبه وباليد. نمشي، نمشي يا مجدي، خلاص نمشي. نشوف الايد يا كابتن من فوق بقى هيحصل ايه؟ هنا الايد هنا في دفع. تمام. للاعب، انا هنا هو كابتن رجليه ما بين خلاص خلينا نتكلم، هنا في مخالفه ولا مفيش مخالفه يا كابتن؟ على مين؟ على لاعب المقاولين، على لاعب عابد، لاعب المقاولين طبعا 100%. هنا كان المفروض الحكم يطلق صافرته باحتساب المخالفه. ما هو ساب الكوره خلاص عشان كده. شايف ان في ادفانتج. لا مش ادفانتج كابتن، اللاعب هنا واقع. ادفانتج فين؟ مفيش ادفانتج. ما هو جه احمد الشيخ جابها جول. ما علينا، خلينا نقول هنا عشان بس ما نوقفش كتير كابتن، هناك مخالفه للاعب المقاولون على لاعب مكون في الاول، بعد كده حصل نتيجه الوقوع هنا حصل فيه عرقله من اللاعب. لا انا شايف عرقله كابتن، هتهالي هتهالي. خلينا بس كابتن اسلام هقول لك من الاول. هنيجي للعبه كابتن مجدي من الاول خالص، هتهالي كده من الاول. لا اللي هي هنا، بص يا كابتن ستوب، انا دلوقتي هو وقعني اوكي ورجله ما بين رجلي اوكي اوكي. انا هعمل ايه؟ اوكي هنا اشيل رجلي يعني ولا اعمل ايه؟ هو هنا المخالفه هنا عندهم قصد كابتن، انا بتكلم ايه؟ هنا اللاعب وقع نتيجه السقوط في المخالفه الاولانيه، ولكن المخالفه الثانيه كابتن اسلام هنا شايف ان الرجل هنا اجيه وهو بيسقط، هنا الرجل جت في رجل لاعب المقاولين، وكان يجب زي ما قلت خالص من الاول لعبه مركبه. عشان كده قلت ايه؟ ان الحكم كان النهارده كان ياخد القرار اللي هو الافضل بحساب المخالفه. معلش يا كابتن، واحده واحده مع بعض معاك. لما بيبقى معك في حاجه ما فيش مشكله بالزبط. لكن انا بتكلم في دلوقتي واحد بيلف بيوقعني، انا وقعت ووشي الناحيه الثانيه، انا باصص الناحيه الثانيه. ممتاز ممتاز. بعيد عن يعني انا مش شايف اللاعب. انا معاك والله. رجله ما بين رجليا، انا المفروض اعمل اشيل رجليا يعني ولا اعمل ايه؟ هنا حتى كمان، حتى لو انت كابتن اسلم، مش شرط انك انت ترتكب المخالفه وانت باصص للاعب او مواجه اللاعب. كابتن اسلام ممكن ارتكب المخالفه باهمال بدون ما اشعر وبدون ما اواجه اللاعب، ولكن زي ما قلت هنا انا شايف ان في مخالفتين قبل تسجيل هذا الهدف، وهنا يجب على الحكم كان على الاقل احتساب المخالفه الاولى. انا مختلف معاك جدا في الموضوع ده، يمكن انا شايف ان في فاول على اجاييه. احنا اتفقنا من اول خالص ان في فاول لصالح اجاييه كابتن اسلام. لصالح اجاييه، لصالح اجاييه من اول خالص. عشان كده انا قلت لكن ايه، لكن مفيش فاول على اجاييه. لا في اللعبه الثانيه كابتن اسلام انا شايف ان في حجب الرجل او حجز الرجل هنا من اللاعب، وبالتالي هنا عموما هذا الهدف. كابتن ابو علمونا قالوا لنا نعملها ازاي دي؟ يعني وانا واقع اشيل رجلي، اشيل نفسي، حتى كابتن اسلام بص انا ممكن ارتكب مخالفه بدون ما اكون انا مواجه للاعب او بدون ما اكون انا مشترك في اللعب. انا في حاله زي دي واحد عامل عليا فاول، انا اعمل ايه؟ بيبقى خطا بنسميه خطا باهمال. خطا ايه؟ باهمال، باهمال وليس بتهور. انا واقع ووشي الناحيه الثانيه. ماشي، انت وقعت وانت بتقع حصل هو إيه؟ مين اللي وقعني؟ حصل احتكاك. ما احنا قلنا الاول في فاول يا كابتن اسلام، ما اختلفناش. احنا قلنا في الاول في فاول، دي ما فيش فيها كلام. خلينا نمر، لان هذه اللعبه احنا الحمد لله احنا بنقول ايه؟ ان هذا هذه المباراه ان الاهلي فاز فوز مستحق بهدفين مقابل لا شيء، واحنا بنقول ان الاخطاء التحكيميه وارده ولكن لم تؤثر في نتيجه. انا مش شايفها خطا تحكيمي الحقيقه اطلاقا. تمام. بالعكس هي لصالح النادي الاهلي، هي فاول لصالح النادي الاهلي من الاول. صالح احنا ما انا ما قلت للكابتن اسلام، انا وضحت عشان ما نرجعش تاني ونقول فاول لصالح النادي الاهلي من الاول خالص. ولكن بعد كده حصلت المخالفه. تمام، خلينا نروح ل الدقيقه 22 40 مخالفه للمشاهده، حاله من الحالات المهمه جدا جدا زي ما قلنا، اختلاف المعايير في احتساب المخالفات
والبطاقات الكابتن اسلام. احنا قلنا يجب ان تكون العقوبات الانضباطيه بمعيار واحد، بمعيار واحد. هنشوف هنا هذه المخالفه تم ارتكابها هل باهمال او بتهور او باستخدام قوه زايده. نشوف هنا في البدايه لاعبنا الاهلي هنا بيلعب الكره، تمام، واضحه جدا جدا. شوف اللاعب المقاولين العرب داخل بتهور، والتهور واضح جدا هنا يا كابتن، هنا التهور هنا واضح، وكان يجب هنا اشهار البطاقه الصفراء للاعب المقاولين رقم 29، لكن الحكم احتسب المخالفه بدون اشهار البطاقه الصفراء. يلا ده بعد كده حاله من الحالات المهمه جدا جدا، ايوه، اللي هنقف عندها سنه. تسمح لي كابتن اسلام بس نوضح؟ لا اتفضل يا كابتن اتفضل. لان هنا في حاجه مهمه، هنا في هجمه للنادي الاهلي. بص ستوب ستوب، دي هجمه خلاص. احنا هنا اللعبه مشيت تمام. ما فهمتش هم لعيبه المقاولين بيتكلموا على ايه. هو هنا في اعتراض من محمد سالم، اوكي يستحق البطاقه كابتن اسلام والنبي الله يخليك معايا، لان دي في التعديل في القانون تعديل 2019. هنا في هجمه لمين يا كابتن اسلام؟ للاهلي. كويس، عندنا في القانون حاجه مهمه جدا، قال لك لو اللاعب لعب بسرعه وعنده فرصه هجوم واعد سيبه، سيب اللاعب يستمر ويتواصل وارجع ادي ايه الفاول بعدين، ادي البطاقه، ادي البطاقه، ادي البطاقه، لان البطاقه مش هتروح مني. هنا حصل ايه؟ توقيف للعب ثم راح لمحمد سالم واشهر البطاقه الصفراء. هو يستحق البطاقه نتيجه الاعتراض، ولكن كان يجب على الحكم الاشاره باستمرار اللعب ويخلي الهجوم يتواصل للنادي الاهلي يعود يحتسب يشهر البطاقه. تمام، نروح ل حاجة مهمة جدا. اتكلمت مع حضرتك كابتن اسلام على الكوميونيكيشن سيستم. السؤال هنا من فضلك لو سمحت، احنا قلنا يا حكام عم عندك وسيلة وسيلة اتصال المفروض تستخدمها. ايوه، هنا هنلاحظ ان المساعد رقم واحد اشار على التسلل. تمام مجدي، بعد اذنك رجع لي كده، هات لي من اول الحكم المساعد رقم اثنين اشار على التسلل لكابتن اسلام. هنا هنا ستوب، هنا كابتن اسلام هنا في تسلل، ايوه اشار عليه الحكم المساعد. شوف قد ايه اللعب مشي ثم الحكم اطلق صافرته. هنمشي باللعبه كابتن مجدي، نمشي بعد كده، نمشي خالص عادي عادي خلاص، نمشي. الحكم مشي، اللعب مشي مشي مشي. فين يا كابتن الصفاره هنا؟ اتاخر شويه في الصفاره. طب فين الكوميونيكيشن سيستم؟ فين السماعات؟ مش عارف. ما ده السؤال يا كابتن اسلام، ما انت بتستخدم السماعات، من فضلك لو مش شغاله ما تلبسهاش. منظره يمكن. من فضلك ما تلبسهاش. شيك عليها قبل الماتش، من فضلك ما تلبسهاش. نروح للحاله الثانيه في الدقيقه 40. شوف ثاني المخالفه ثاني هنا كابتن. ثاني. فين المخالفه؟ مش عارف. انا طالع، مين اللي حاجز مين يا كابتن؟ خالد او كريم مصطفى هو اللي حاجز مين؟ عمرو السولية. مين؟ عمرو السولية طالع بدماغه بيلعب الكورته، نفس المخالفه اللي احتسبت في الشوط الاولاني هي نفس المخالفه احتسبت على النادي الاهلي، وانا شايف ان هنا كان الافضل ان هو يستمر اللعب. نروح للدقيقه 44 50 وحاله من الحالات المهمه جدا، وازاي يا حكم تفرق ما بين طبعا التسلل. طبعا هنا المساعد رقم واحد احمد حسام، زي ما قلت ما زلت اقول ان هو افضل من في طاقم التحكيم هذه المباراه. نشوف تسلل هنا، راجل راجع من تسلل كابتن اسلام، وهنا اخر واحد اهوت بيستلم. لحظة الاستلام، هنمشي ونشوف تسلل واضح، واضح راجع من الخلف. اللي بعد كده، اللي بعد كده مخالفة لم تحتسب، تمام، مخالفة لم تحتسب، مخالفة المعرض. انا بس عاوز اعرف، يعني انت النهارده في التلت الدفاعي للمدافع، انت حضرتك بتدي تحت فرصة ليه؟ تاني هنشوف هنا هنا. بص يا كابتن، انا بطلع العب، اللاعب هنا عمل انطره زي ما بنقول او حجزني عن اللعب، الافضل ان انا احسب المخالفه هنا ولا اخلي اللعب يتواصل يا كابتن؟ هنا بقول مفيش اتاحه فرصه في التلت الدفاع، من فضلك خلي اللعب يقف وتدي البطاقه. تمام، بعد كده في حاجه بعد كده؟ عندنا حاله مهمه جدا كابتن اسلام، بنتكلم في الحاله اللي جايه دي. دايما بنقول لحكامنا التحايل، والتحايل ليه معايير احتساب المخالفه. لم تكن هناك المخالفه واضحه جدا في التحايل، الافضل انك انت تخلي لها. هنا في احتكاك بدني عادي ولا في مخالفه.
ولكن هنا السقوط نتيجه الاحتكاك كابتن اسلام. خلينا نقول ان نتيجه احتكاك يعني اللاعب هنا ما صنعش التحايل او ما عملش التحايل. تقصد ان هو ما هنا ما عملش التحايل، كان يجب استمرار اللعب. وهنا الاشهار البطاقه اعتقد ان هي مش في محلها. كابتن احمد من فضلك، انت حكم كبير، لابد انك انت تراعي دايما التحايل، بيبقى اللاعب بيعمل التحايل بنسبه 100%. نروح كم من 10 بقى؟ لسه هو في 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 حالتين، معلش تسمح لي، يعني هو المباراه فيها حاجات كتيره جدا. عندي الحاله الثانيه لو في امكانيه نشوفها. هات لنا الحاله يا جماعه، هاتوا لنا الحاله يا جماعه. الدقيقه 73 او هات لنا الدقيقه 66 ركله حره اتحسبت على النادي الاهلي. هنا كابتن في هنا المخالفه هنا واضحه، تعطيل الهجوم تمام اللي بعد كده. الانذار واضح بعد كده، والانذار هنا مصدر مستحق. الكابتن احمد هنا حسب اندايركت على مين؟ ده السؤال. على الكره لم تستغرق يعني جزء من الثانيه، يعني هنا انا مش شايف ان هنا في اندايركت ما بين رجليه. نشوف اللعبه كده مجدي هاتها لي. دي مخالفه مهمه جدا. هنا بنقول هنا حتى اللاعب هنا ما استغرقتش حتى جزء. انا يعني شايف ان هنا مخالفه غير صحيحه، لم يعني كان يجب ان هي تستمر اللعب. اخر حاجه انا بتكلم بس في الطرد، ودي نصيحه للاعبتنا. هنا انا شايف ان هنا اللعب يستمر عادي، تمام، هنا اللعب يستمر عادي. هو هنا حصل ادى الانذار لكابتن اسلام عشان الشوطه دي، عشان الشوطه اللي بعد. فنصيحه للاعبتنا مهمه جدا، هدوا نفسكم ان احنا انت لاعب كسبان 1-0، لابد انك انت تحافظ. خلينا نتكلم لعبتنا كلها، حتى المنتخب النادي الاهلي النهارده كسبان 1-0، كسب وفوز مستحق، ولكن ما تخسرش انذار بسبب اعتراض ملوش اي كده. تمام، كم من 10 للطاقم؟ اعتقد النهارده هو اخطاء لم تؤثر، النادي الاهلي فاز فوز مستحق، ولكن هناك بعض الاخطاء التحكيميه، اختلاف المعايير. اعتقد بدي 7.8، 7.7 للحكم، الحكم رقم 1 بدي امتياز 9 وياخد 9، مساعد رقم 2 9، والحكم الرابع طبعا اعتقد ان الامور كانت هاديه، ما كانش فيه اختلاف عليه في خارج الملعب. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن نصر. الله يخليك كابتن اسلام، بشكرك حضرتك، بشكرك على يعني انك انت استحملتني. لا دايما دايما يا كابتن مع بعض. بشكرك شكرا جزيلا كابتن نصر عباس، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. 3 نقاط بيضيفها النادي الاهلي لرصيده ليواصل تصدره على قمه الدوري العام المصري في اسبوعه ال 14 بعدما لعب النادي الاهلي ال 12 مباراه، وصل للنقطه 36، 35 هدف وهدفين فقط اهتزت بهم شباك النادي الاهلي. كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي في مباراته الافريقيه القادمه امام النجم الساحلي، ان شاء الله هتكون يوم الاحد القادم، وكالعاده دايما هنبقى مع حضراتكم دائما قبل المباراه، ولكن بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله هلتقي مع حضراتكم يوم الاربعاء في تمام الساعه 10 وحلقه جديده من ملعب الاهلي.